يا صباح الرزق وصباح السعادة وصباح الهنا وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة على كل مشاهدينا المشاهدين الأهلاوية الجامدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعنا النهاردة واللي صاحي بدري واللي في شغله برضو كده بيتفرج علينا واللي بيقضي مصلحة بس يعني بيسمعنا برضو على اليوتيوب. صباح الفل عليكم، 10 صبح في الأهلي وثالث أيام الأسبوع وثالث حلقة بقى في السنة الجديدة. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، يا رب إن شاء الله تكون حلقة النهاردة ممتعه ومفيده بالنسبه لكل حضراتكم. كالعاده في الجزء الاول منها هنتكلم عن النادي الاهلي وهنتكلم عن المنتخب والرياضات المحليه المختلفه والعالميه وتغطيات كل اللي بال حضراتكم فيه هتلاقوه ان شاء الله. اما في الجزء الثاني فبرضه كالعاده هتكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى في حلقه النهارده هتكون عن بطوله اوشن مان العالميه للسباحه في المياه المفتوحه، دي الفقره الاولى. والفقره الثانيه هنفتح من خلالها كتير جدا من الملفات اللي اعتقد ان هي تهم حضراتكم وخصوصا اللي منكم مهتم بكره القدم العالميه. هينورنا الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي هنتكلم معاه في كتير جدا من الامور. كويس جدا. تعالى بس قبل ما نبدا، لان انا اي معلومه بقراها بحب ان انا افيد نفسي وافيد غيري. حلو. صح حلو، خش علينا بمعلومات. امبارح كده كنت بشوف شويه حاجات ليها علاقه بويب سايت يعني عن الصحه وكده، فثلاث مشروبات بيقول لك مهمه جدا وبتزود المناعه تحديدا في فصل الشتاء. عندك اول حاجه العرقسوس، العرقسوس ده مهم جدا جدا لحاجات كتيره بس يعني خصيصا لزياده المناعه في فصل الشتاء. فالعرقسوس احنا بنتكلم عن الكورونا وغيره وغيره ونزلات البرد اللي احنا بنخاف منها، لا يكون لا قدر الله حاجه ليها علاقه بكوفيد او غيره. العرقسوس اول حاجه. الريحان، الريحان مهم جدا، مش كل الناس بتحب الريحان. الريحان بيتشرب. لا والله، كل حاجه بتتشرب. هو مش الريحان دي حاجه زي النعناع؟ كل حاجه بتتطحن وبتتشرب. طبعا الريحان بتتحط على الاكل ممكن يتعمل منه صوص وبيتشرب كمان. أوكي. بس مش كل الناس بتحب طعمه على فكره. والعرقسوس برضو، بس الريحان تاني حاجه. الكركم كمان، بس مش، لا انا بتكلم على حاجه تانية. لا تقريبا هو الكركم اللي هو طعمه حامي قوي كده، مصفر شويه. بكلمك انه طعمه حامي قوي شويه لو للي ما بيحبوش. انا بحب طعمه عامه، بس الثلاث مشروبات دول كانوا من اكتر المشروبات اللي كذا حد يعني مختص كان بينصح بيها وكان قريت عنها يعني، فدول كويسين جدا. لا وعلى رايك ده وقته كمان، وقته جدا. احنا بنتكلم في البيك. طبعا. خلينا بقى نبدا مع حضراتكم وحاجه كانت امبارح محترمه جدا، لان بالامس تحديدا اجريت قرعه النسخه الاولى لكاس اللي هتقام ان شاء الله في فتره التوقف الدولي. واعتقد والجميع متفق على كده ان الفكره دي حلوه جدا. ليه؟ لان هي هتفيد، هنا بنتكلم اللاعبين في مختلف بقى الانديه ان هم هيبقى في مشاركات رسميه، هنا بنتكلم وجوائز كمان ماليه في ظل طبعا غياب الدوليين مع منتخباتهم زي ما احنا عارفين. والبطوله كمان هتكون بين ثلاث مجموعات، على راس كل مجموعه طبعا الاهلي وبعدين الزمالك وبيراميدز، وبتتكون كل واحده من ست مفروض فرق علشان يكون مجموع الفرق المشاركه بعد كده 18 فريق. والقرعه كمان وضعت الاهلي على راس المجموعه زي ما كنت بقول لحضراتكم الثانيه، واللي ضمت سموحه والبنك الاهلي والمقاولون العرب والاسماعيلي والجونه. والحقيقه اعتقد يعني ده شيء او كلنا شايفين ان رابطه الانديه فعلا غيرت في الشكل او في الفتره الاخيره شكل ومضمون فعلا يعني مسابقه الدوري ككل. وفكره كمان كاس الرابطه ده اعتقد يا كريم شيء عظيم جدا ومفيد زي ما كنت بقول لحضراتكم لكل اللعيبه اللي هم غير منضمين للمنتخبات علشان ما يكونش في فترة توقف كمان ويكتفوا ان هو بالتمرين فقط يعني، فاهم؟ برضو الموضوع بيفرق، التوقف ده بيؤثر بشكل كبير. فلا انت بتتكلم هيكون عندك منافسة قوية جدا ودوافع مختلفة علشان لما يرجعوا بعد كده يكملوا الدوري يبقى اللعيبة او تبقى اللعيبة محافظة على مستواها البدني. فدي حاجة ايجابية او ده خبر ايجابي فعلا ابتدينا بيه. فعلا فكرة حلوة جدا ومثمرة جدا كمان. ويمكن الجميل ان يعني في فقرة المنافسة ان هي هتكون بحضور جماهيري، دي حاجة لطيفة جدا ان الجماهير هتقدر تحضر هذه المنافسات. وبرضو جدير بذكر انه هيتطبق من خلالها تقنية الفار. وناس كتير الحقيقه شايفه ان زي ما انت بتقولي يا نهاوند ان الرابطه الحقيقه يعني بتعمل كل ما في وسعها للحفاظ على شكل وكمان على قيمه كره القدم المصريه. وخلونا برضو نتكلم بقى مع حضراتكم شويه عن شكل كاس الرابطه هيكون عامل ازاي. الثلاث مجموعات هيتاهل منها صاحب المركز الاول، ويعني ثلاث فرق وافضل فريق احصائيا تقريبا هيكون يعني ايه هو اللي بيحتل المركز الثاني. يعني هيشوفوا اصحاب المركز الثاني في كل مجموعه ويختاروا
أفضلهم من حيث الرقم ومن حيث التهديف. يقام الدور نصف النهائي والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل إن شاء الله. طبعا الكلام ده هيكون خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية. كمان البطولة مش هتحمل الأندية أي أعباء مادية، لأن كل فريق هيشارك في هذه البطولة هيحصل على 100,000 جنيه مساهمة من رابطة الأندية، وسيحصل الفائز باللقب على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف هيحصل على 1,000,000 جنيه، وصاحب المركز الثالث هيحصل على 500,000 جنيه، والرابع 250,000 جنيه. وفعلا فكرة لطيفة جداً ومثمرة ومفيدة لكل الفرق. بتفق معاك. خلينا برضو نروح لخبر مهم امبارح تحديدا، وصل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه مصر عشان يلتحقوا بقى بمعسكر منتخب مصر لخوض بطوله كاس هنا الامم الافريقيه. صلاح بس لو هنتكلم بقى هنقف عنده شويه تحديدا، كان في كلام عنه او حواليه، لان هو هل يعني او اتقال هل هو طلب تامين اضافي خلال فتره تواجده مع البعثه في الكاميرون ولا لا؟ ده كان مثار على السوشيال ميديا بالامس، لكن السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون هو حسم الكلام ده وقال تحديدا كده: ما طلبش مني اي حد تامين خاص لصلاح اثناء اقامه بطوله كاس الامم. هو بيعلم انه هيكون مستهدفا طبعا من قبل الجمهور لالتقاط الصور مثل ما حدث في مباراه انجولا بتصفيات كاس العالم، لكن حتى الان عدد كمان كبير من الاشخاص اخبروا سياده السفير، يعني هو بيتكلم، اخبروني برغبتهم في التقاط الصور مع مو صلاح، وقال انه تواصل مع اللجنه المنظمه للبطوله للتاكيد على ضروره سلامه صلاح من اي تدافع او اي اقتراب من الجمهور، طبعا لاعتبارات بقى تامينه مش بس لا كمان حفاظا عليه من زي ما كنا بنتكلم فيروس كورونا، لان الموضوع مش مضمون والموضوع لسه مستمر، وهم هيكونوا حريصين جدا ما حدش يقرب منه يعني غير لما يتاكدوا ان هو غير حامل للفيروس. ودي كلها اجراءات مقبوله، اجراءات احترازيه اكيد لتامين اللاعبين، خصوصا اللاعبين يعني الدوليين زي محمد صلاح وغيره، بس ده يعني شيء على الكل مش بس خصوصا على محمد صلاح، ده الخبر يعني اللي كان جاي، فاعتقد شيء ما يزعلش حد برضه ومنطقي الى حد كبير. بالزبط. يعني منطقي الى حد كبير، وبعدين الناس دي كمان ما عندهاش فيش هزار لا التوجه بتاع ان احنا نسيبها للظروف لا ما عندهمش الكلام ده، كل حاجه لازم تكون محسوبه. صح. لان ليها انعكاسات سلبيه لو حصلت لا سمح الله اي حاجه من هم متخوفين منها. صح. طيب على كل الاحوال نروح بقى مع حضراتكم لملف مختلف، ملف انتخابات اتحاد كره القدم اللي هتقام بكره ان شاء الله. المفترض ان النهارده ان شاء الله يعني يصل مدير اداره الاتحادات الوطنيه بالاتحاد الدولي لكره القدم فيفا كاني جون ماري الى القاهره لمراقبه انتخابات الاتحاد المصري لكره القدم وتقديم تقرير عنها للاتحاد الدولي، على اعتبار ان الاتحاد المصري بيدار حاليا من خلال لجنه من الفيفا. الاتحاد كان طبعا الاتحاد الدولي لكرة القدم كان تلقى تقارير دورية من اللجنة اللي عينها لاتحاد لإدارة الاتحاد المصري، وينتهي طبعا عملها بكرة إن شاء الله يوم الأربعاء بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بمعرفة الجمعية العمومية. كمان حدد الفيفا طبعا مجموعة أخرى من النقاط، وتلقى الاتحاد الدولي أيضا عدة تقارير عن ترتيبات العملية الانتخابية بداية من تعديل لائحة النظام الأساسي وكمان نهاية إجراء الانتخابات على أساسها. طبعا ده برضو ملف مهم جدا، إن شاء الله يعني لما يكون في استقرار في هذا الإطار الأمور تنعكس بالإيجاب على كرة القدم المصرية. صحيح، أنا أكيد هنتابع خطوة بخطوة، هنا هيبقى في نقل للجديد طبعا في هذا الملف على قناة الأهلي، سواء في برنامج 10 الصبح في الأهلي أو برامج المختلفة للزملاء يعني على القناة، لكن زي ما أنت بتقول انتخابات مهمة جدا طبعاً. وخطوة مهمة جدا والعديد بينتظرها، فإحنا عايزين نشوف فعلا كمان بعد هذه الانتخابات أداء أفضل بكتير على الأرض. طيب على كل حال احنا كده يعني مش الفقره، الجزء الاولاني خلاص خلص، بس قبل ما نروح فاصل تاني عايزين ننوه يا كريم ونفكر برضو ساده المتابعين على فكره. دلوقتي احنا منتظرين من حضراتكم ابعتوا لنا على لينك الصفحه بتاعتنا او لينك القناه افكار محتاجين او حابين ان انتم تشوفوها او نضيفها في 10 الصبح في الاهلي تاني، هنفكر حضراتكم. انا وكريم من المنطقه دي بالظبط، فاكر في الحفل بتاع اعاده يعني افتتاح قناه الاهلي لما كنت انا وكريم هنا وبننوه لحضراتكم عن البرنامج وغيره. ده من احنا بص احنا ابتدينا شهر 7/2020 يعني بقى لنا داخلين دلوقتي قربنا من سنتين. أوكي. يعني كم شهر كده نبقى سنتين، الوقت يعني بيطير الوقت بيطير فعلا. بس يعني وقتها لو حضراتكم فاكرين احنا كنا بنقول انتوا جزء من الاعداد، انتوا جزء من البرنامج، انتوا شيء مهم جدا، فاحنا حابين نقدم برضو لحضراتكم حابين تشوفوه، فاي فكره اي ضيف اي موضوع. على فكره انا تابعت في ناس ابتدت فعلا تبعت، يعني كان في حد كاتب انتوا ليه ما بتعملوش تقارير خارجيه. فعلا دي نقطه مهمه جدا، احنا طلبنا كتير
والله نعمل تقارير خارجيه، لكن ان شاء الله ده يتم في الفتره اللي جايه. احنا عملنا تقرير واحد خارجي كان مع اكاديميه كره القدم النسائيه بالنادي الاهلي، لكن ان شاء الله انا وعدكم الفتره الجايه هيكون في تقارير كتيره جدا انا وكريم هنصورها بنفسنا برده خارجيه، لكن احنا محتاجين افكار برده ثانيه. يعني من الاخر كده حضرات، البرنامج برنامجكم والفقرات فقراتكم، حضراتكم حددوا وشكلوا، شوفوا انتوا عايزين تشوفوا ايه من خلال متابعتكم اليوميه لينا، واحنا عينينا الاثنين وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لعشرة الصبح في الاهلي، ونروح بقى مع حضراتكم على السريع نتابع اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بكل فرقه المختلفه وانشطته المختلفه مع زميلتنا العزيزه ساره حامد، موجوده هي حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ساره صباح الفل عليكي وكل سنه وانت طيبه، وتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا يا كريم زي ما حضرتك يعني قلت، يعني حاليا احنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني طبعا زي ما عودناكم على فقرتنا فقره اخبار النادي الاهلي عشان ننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يعني يمكن بعد المباراه الاتحاد السكندري كانت اخر مباراه في الدور الاول من المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله، يمكن لاعبي النادي الاهلي اخذوا راحه سلبيه لمده يومين ورجعوا يستنفوا تدريباتهم مره اخرى يعني اول امبارح، النهارده ان شاء الله يعني عندهم تمرين الساعه 7 بالليل، ويعني ده هيكون ضمن استعدادات الفريق ل يعني عوده المباريات مره اخرى يعني في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر لكره السله، واللي هتبتدي ان شاء الله يعني المباريات هتعود يوم السبت المقبل يوم 8 من الشهر الجاري، وهيقابل فيها النادي الاهلي او هيواجه يعني اول مباراه في الدور الثاني نادي سبورتنج في مدينه الاسكندريه على صاله نادي سبورتنج. كمان سيدات السله يمكن امبارح كان عندهم راحه سلبيه من التدريبات، والنهارده ان شاء الله هيستنفوا تدريباتهم مره اخرى في تمام ايضا يعني في تمام الساعه 7 مساء، لكن على صاله الشهداء داخل مقر النادي، وده عشان يستعدوا بشكل قوي يعني للمواجهه المهمه والمواجهه القويه يعني في الدور الاول من بطوله الدوري، واللي هتكون بكره ان شاء الله يعني امام نادي الجزيره في مركز شباب الجزيره، وده هيكون في تمام الساعه 6 مساء، ولكن هيغيب يعني عن المباراه اربعه من لاعبات النادي الاهلي وهم نهى شتا يعني بعد ما تعرضت للاصابه او بعض الالام في الظهر، كمان دينا عمرو كابتن الفريق وجنى الالفي بعد يعني ما تعرضوا لاسبرين انكل او التواء في الكاحل، وندى نافع بعد ما تعرضت لاصابه في السمانه، الاربع لاعبات دول هيغيبوا عن يعني مباراه غد وكمان التدريبات الجماعيه الفتره المقبله. كمان رجال اليد النهارده ان شاء الله يعني عندهم مباراه وديه مع نادي الجزيره في تمام الساعه 5:30 مساء، ودي هتكون داخل مقر النادي الاهلي على صاله الامير عبد الله الفيصل، ويمكن قرر كابتن طارق محروس المدير الفني انه يعني الفتره دي لحد عوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري ان هو يعني يعمل اكتر من مباراه او تجربه وديه مع فريق يعني داخل النادي عشان يعني الفريق يعني يكون مستعد بشكل قوي اكتر يعني لعوده المباريات مره اخرى، فالنهارده ان شاء الله عندهم مباراه وديه مع نادي الجزيره، ويمكن يعني المباريات في بطوله الدوري يعني خلينا نفكر سيدنا المشاهدين توقفت يعني بسبب التوقف الدولي يمكن اكتر من شهر ونص من شهر او من يعني يوم 29 شهر نوفمبر الماضي لحد دلوقتي، وان شاء الله يعني المباريات هتعود مره اخرى يوم 17 من الشهر الجاري كمان بعد يعني عوده منتخبنا الوطني من فرنسا. استكمالا جميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان رجال الطايره امبارح يعني يا كريم فازوا على نادي هليوبلس بثلاث اشواط مقابل لا شيء في بطوله الدوري، النهارده ان شاء الله يعني هيكون عندهم راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى لاستئناف تدريباتهم يعني داخل النادي بكره ان شاء الله، يعني عشان طبعا يجهزوا بشكل قوي لجميع المباريات الفتره القادمه. وسيدات الطايره امبارح يعني كان عندهم مباراه ايضا يعني مهمه ومباراه قويه مع نادي سبورتنج وانتهت بثلاث اشواط مقابل لا شيء للنادي الاهلي، ولكن غاب يعني عن المباراه واحده يعني من اللاعبات الاساسيه ومن القوائم الاساسيه للفريق ايه الشامي بعد ما تعرضت لكسر في يعني صوابع ايديها في التمرين قبل مباراه يعني سبورتنج، فهتغيب يعني عن الفريق الفتره القادمه ان شاء الله ويعني جميع المباريات وكمان التدريبات الجماعيه مع الفريق، ويعني النهارده ان شاء الله الفريق عندهم راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى للتدريبات يعني بكره ان شاء الله عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون ان شاء الله يعني امام نادي السيد يوم الاثنين المقبل على صالة الشهداء داخل مقر النادي. يمكن دي يا كريم يعني وانا هوند كانت كل
كل اخبارنا النهارده يعني من داخل يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالنسبه يعني كل الاخبار جميع الفرق الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك يا كريم، تفضل. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه ساره حامد، شكرا جزيلا على هذه التغطيه. ودلوقتي نروح بقى مع حضراتكم الى الصحافه الرياضيه. الصحافه الرياضيه فعلا يا كريم، ومراسلتنا العزيزه نورهان طمان، وهنتابع معاها اهم الاخبار الصحفيه في الصحف والمواقع. يعني نورهان صباح الخير، صباح ليكي في البدايه. اكيد انا وكريم وكل الجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي، وانت معاكي اخبار اعتقد مهمه جدا كمانشيتات كمان انا بصيت عليها. يعني فكره هنا تالق كمان الرياضي المصري في رياضه السكواش تحديدا، احنا معانا خبر خاص بهذا الموضوع عايزين نعرف تفاصيله منك، وكمان تالق مبابي بالامس مع باريس سان جيرمان برضه عايزين نعرف تفاصيل يعني المنشات ده. اتفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، وزي ما قلت يا نهاوند معانا منشطات كتير النهاردة مهمة. وأول منشط معانا من يعني موقع كورة، صبري ومعلول ضمن أكثر المدافعين تسجيلا في العالم. حل التونسي علي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي في المركز السادس برصيد 11 هدف، يعني من حيث انه كان او اصبح اكثر المدافعين تسجيلا للاهداف حسب يعني قائمه الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. رامي صبري كمان مدافع فريق نادي فاركو حل في المركز السابع وسجل 10 اهداف على مدار العام. اما خبر السكواش، ويمكن مصر طبعا متسيده للسكواش في العالم زي ما قلت يا نهاوند، من موقع اليوم السابع انطلاق منافسات بطوله هوستن للسكواش بمشاركه 11 لاعب مصري. ان شاء الله النهارده هتنطلق يعني بطوله هوستن للسكواش المفتوحه اللي تستضيفها الولايات المتحده الامريكيه بمشاركه 11 لاعب مصري وعلى راسهم محمد الشربجي المصنف الثالث عالميا واللي كان غاب الفتره الاخيره كان بيتاهل. خلينا نقول لكم ال11 لاعب المصري المشارك في البطوله، وهم كل من علي فرج ومحمد الشربجي ويوسف سليمان ومحمد الشربيني ويوسف ابراهيم وعمر مسعد وكريم الحمامي وكريم عبد الجواد ونجم النادي الاهلي مصطفى عسل ومروان الشربجي ومازن هشام. ومن موقع في الجول، كأس فرنسا هاتريك مبابي ينصر باريس على فان في غياب ميسي. سحق باريس سان جيرمان مضيفه المغمور كما ذكر في الجول في تقريره فان بأربعة أهداف في المباراة اللي أقيمت بينهم أمس، وسجل كيليان مبابي الفرنسي طبعا المتألق هاتريك في المباراة في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد ما طبعا أعلن إصابته بفيروس كورونا. تأهل باريس سان جيرمان بعد مباراة أمس لدور ال 16 في بطولة كأس فرنسا، بينما يعني ينتظر مواجهة فريق ليون في بطولة الدوري الفرنسي. واخر خبر معانا من سكاي نيوز، وانتهاء ازمه لوكاكو مع فريق تشيلسي، وبعنوان لوكاكو يعود لتشيلسي بعد محادثات مع توخيل. يمكن طبعا روميلو يعني لوكاكو النجم البلجيكي نجم فريق تشيلسي كان واجه ازمه في الفتره الاخيره بعد تصريحات ادلى بها في وسائل الاعلام، وقال ان هو غير سعيد في تشيلسي، وده الامر اللي اغضب المدير الفني الالماني توماس توخيل وقرر استبعاده من المباراه الماضيه اللي احنا يمكن طبعا شفناها كلنا، وكانت امام ليفربول وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. ولكن لوكاكو قدم اعتذاره للمدير الفني واقترب من الدخول في التشكيل مرة أخرى مع الفريق. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع. شكرا ليك يا نهاوند، وشكرا ليك يا كريم، وعودة إلى الاستوديو. نشكرك مرة تانية يا نورهان على هذه التغطية. وبمناسبة الخبر بتاع السكواش، يعني يمكن هي نورهان ذكرت كذا اسم منهم، طبعا محمد الشربجي. محمد الشربجي ده يعني أسطورة مصرية في السكواش بجد. محمد الشربجي من مواليد 91، يعني هو مش صغير ومش كبير في السن، بس يعني كان مصنف رقم واحد عالميا في كذا سنة، 2014 و18 و20 و21، فاسم كبير. وعلى فكرة دي مش حاجة جديدة، السكواش او المصريين في هذه الرياضه تحديدا متالقين من زمان، عندنا اسامي يمكن يعني براده وقبل براده لغايه هذه اللحظه انت بتتكلم في اسامي كبيره جدا. كان عندك قبل كده رامي عاشور، كمان في السكواش النسائي عندك اسامي عظيمه طبعاً. جدا نور الشربين وغيره وغيره. بس انا مش عارفه السر ورا ان هذه، يعني اشمعنى رياضه السكواش تحديدا اللي مصر متالقه فيها؟ هل بيبقى راجع لحاجه معينه؟ انا مش عارفه والله. بصي يعني بغض النظر عن السر،
يا رب يكون نفس الوضع ده في كل الرياضات فردية وجماعية، حاجة مشرفة. شوفي علم بلدك بيترفع في كل المحافل الدولية، وتلاقي دايما التصنيفات الأولى لا تخلو من أسماء مصريين ومصريات. عظمة. بس يعني ماشي، لو هتكون البداية مع الاسكواش نتمنى بقى أن التفوق ده والسيطرة المصرية دي تكون في بقية الرياضات فعلا. طيب احنا كده الفقرة الأولى خلصت، نطلع فاصل ولا أنت شايف إيه؟ احنا قاعدين والله بكلم الجد، وكلام ابتدى يحلو، واخبار رياضه عالميه ورياضه عالميه وسكور ولا نطلع كبير. وخلاص فاصل سريع احسن ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى، هنتكلم فيها زي ما نوهنا في بدايه الحلقه عن بطوله الاوشن مان العالميه للسباحه في المياه المفتوحه، زي ما حضراتكم عارفين بتنظمها تحت او بتنظم تحت اشراف الاداره العامه للسياحه الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه، طبعا ضمن فعاليات مهرجان البحر الاحمر للسياحه الرياضيه مؤخرا. هنتكلم اكيد عن كل التفاصيل دي، بس خلينا نرحب بضيوفنا. واحنا عرفنا ان هم اخوات من الاسم لكن من الشبه ما فيش اي علاقه. معانا شريف محمد فتحي منسق عام بطوله اوشن مان للسباحه، ومحمود محمد فتحي مدير بطوله اوشن مان للسباحه. صباح الفل. صباح الفل عليكم. اهلا وسهلا، منورنا ومشرفنا. بنوركم. واضح ان البطوله بيتي بقى في الحاله دي ولا ايه؟ مش كده برضه؟ احنا كده مع بعض عندك نعملها في البيت ونطلعها. انتوا نورتونا. اولا بنهنيكم على نجاح البطوله ومبدئيا فكره حتى تنظيمها في مصر. قبل ما ندخل بقى معاكم في التفاصيل، تعالوا نتعرف اكتر عليكم وخلفيتكم ايه دراسيا ورياضيا. اوكي. انا محمود فتحي، انا مهندس ميكاترونكس، والباك جراوند بتاعتي في السباحه كنت سباح مسافات قصيره، كنت في منتخب مصر. أوكي. طول عمري بتمرن في نادي الجزيره الرياضي، دخلت بطولات محليه وبطولات دوليه، رحنا المانيا، برتغال، اسبانيا، بطولات كتيره. جميل. يعني باك جراوند بتاعتنا سباحه للصميم يعني. وحضرتك نفس الكلام برضو ولا؟ انا بالظبط. طول عمري سباح برضو، بس انا مختلف عنه، هو كان مينلي سبرنتر. انا كنت بعوم طول عمري لونج ديستنس، حاجات اللي هي الاوبن ووتر سويمنج، الحاجات اللي في البحر وكده. اوكي. وكان عندي مسافات يعني. انت اقرب للمياه المفتوحه اللي بنتكلم عليها دي؟ انا كنت بعملها طول عمري بالظبط. وانا دراستي برضو درست هندسه، بس ماجستير في ميكاترونكس، وبس بعدين اتجهنا بقى لحته الرياضه خالص بقى لنا حبه يعني. كانوا بيذاكروا موت شكلهم في ثانوي. بيذاكروا موت. هو كان بياخدني قدوه، هو قال هيخش زيي. الحاجات الالكترونكس اللي قالوا عليها دي شكلها بتاعت الناس كانت قاعده مقطوعه للمذاكره. يعني كنا شويه كده. طيب عايزين بقى نعرف مين اول فيكم صاحب فكره ان احنا ننقل البطوله لمصر؟ شريف. اوكي. انا احكي لك الموضوع عمل ازاي. مفيش، انا كنت مسافر بره مصر، كنت في اليونان، وعملت عومه زي اللي احنا عملناها بعد كده هنا اللي هي اوشن مان. والموضوع لذيذ قوي، لان انت مش مجرد بتبقى طالع تعمل بطوله وخلاص وماشي، لا، اتس ان اكسبيرينس، تجربه. فبتطلع ويك اند تعمل عومه لذيذه، بتقابل ناس مختلفه وكل الكلام ده، ومن جنسيات مختلفه طبعا. ومن هنا جات لي الفكره ان احنا نبدا نعمل الموضوع ده في مصر، وسبيشال احنا هنكون بنبروموت السياحه الرياضيه في مصر. واحنا جداً. عندنا الجو طول السنه خطير يعني. انت طبعًا. انت ممكن، احنا كنا لسه عاملين الايفنت في ديسمبر والناس نازله من غير وايت سوتس، المايه دافيه، كل الكلام ده. بس فمن هنا جت الفكره، رجعت اتكلمت انا ومحمود مع بعض، قعدنا نشوف نقدر نعملها ازاي، وبعدين اتكلمنا مع التوكيله واوشن مان ان احنا نجيبه مصر، وبعدين اتكلمنا مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا يبقى عندنا الدعم منهم، وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للسباحه. وطبعا من غير الدعم بتاعهم ما كناش نعرف نعمل الموضوع ده. ومن هنا بدأنا بقى، قررنا ان احنا نجيب الموضوع مصر، وجبناه اول مره في افريقيا في 2020. هو طبعا هايل ان انتوا عملتوا كده، بس هي مش الخطوه بشكل عام متاخره حبتين. احنا مصر برضو يعني عندنا بحرين وعندنا نهر النيل، ومن قديم الازل بتقام مسابقات حتى في نهر النيل. فليه الخطوه دي اصلا اتاخرت؟ ليه ما حدش فطن ليها من قبل كده؟ هي اوريدي احنا طول عمرنا احنا كنا ليدرز في الحته دي لحد ليت 90s واول الالفينات، وبعدين فتره نامت سنه الحته دي بس. فكان الهدف بالتنسيق مع كل الجهات بقى، ان تيرمز اوف الحته الوزاره، حته الاتحاد، احنا كمنظمين، ان احنا نبدا نرجع اسم مصر تاني على الخريطه في الحته دي. بس اتس نيفر تو ليت يعني. احنا اتس نيفر تو ليت، احنا فيها ان احنا ازاي ندي الاكسبيرينس كلها للسباحين اللي موجودين، ايا كان بروفيشنالز ولا اماترز، يعني ناس هواة في الرياضه او حابين ان هم يخشوا حته السباحه، ايا كان اعمارهم ايه، يعني اعمار صغيره، اطفال ولا كبار، ستينات، سبعينات، خمسينات، كل الاعمار، ان هم ازاي ياخدوا نفس الاكسبيرينس بتاعت بطوله دوليه زي دي يعني. ف جميل.
اتس نوت تو ليت. بس اتس نوت تو ليت. واحنا ياما اتكلمنا في التوبيك ده تحديدا السياحه الرياضيه، لان ده ملف مهم جدا. انه زي ما انت قلت شريف، مصر عندها كل حاجه، عندك المكان السياحي العظيم جدا مش موجود في حته ثانيه، عندك الجو طول السنه، عايز تشتي تعالى، عايز تصيف تعالى، عايز خريف تعالى، يعني كل حاجه موجوده وبجد مهيئه. فيمكن زمان ما كانش عندنا الثقه ان احنا نقدر ننظم بطولات. ليتلي انت شايف احنا بننظم بطولات، وفي ظل كمان الكوفيد وغيره كانت اخرها بطوله اليد. فيعني لا، احنا الموضوع بيختلف تماما. بس لو اتكلمنا برضو بقى تفاصيل اكتر، ازاي ممكن البطوله دي من خلالها بقى، انا هروح شويه لحته السياحه، اخدم فعلا السياحه؟ يعني انتوا مركزين برضو على النقطه دي؟ يس، ده المين هدف بتاعنا بالنسبه لنا، ان احنا ازاي نبرينج اكبر عدد من السياح جوه مصر، ان احنا نخدم مش بس السباحه، نخدم البلد كلها. حلو قوي. ان لما بيجي السياح مصر، يعني اخر ايفنت جالنا 1300 سباح مصريين وجنسيات مختلفه، ازاي ان البحر الاحمر بيجي يزوروا ناس كتيره، بيشوفوا فعلا جمال البحر، جمال الجو، ان ديسمبر زي ما الشريف كان قال ان في بلاد كتيره مختلفه الجو فيها ساقعه، ثلج، مطر، لكن جوه مصر كان الجو رائع يعني. فازاي ده بيرجع ينشط السياحه تاني جوه مصر من خلال الرياضه، وده حاجه جميله. ده اللي احنا التوجه اللي احنا عايزينه، ان احنا نوري جمال مصر للعالم كله. بالظبط. وانستلي كمان ان احنا حته بالذات ان دلوقتي احنا عندنا التشالنج بتاع الكوفيد وكده، فان احنا هنا قادرين ان احنا نعمل الحاجات دي امبارلل مع الموضوع ده، بس طبعا ناخد التحذيرات بتاعتها وكل الكلام ده احنا يعني ما شاء الله بثبتات ديفرنت فيلدز في الرياضه. احنا كمصر ليدر في الحته دي قوي الفتره دي. عظيم. فاشل الفتره اللي فاتت. عظيم. انتوا عاملين مسافات مختلفه في سباقات مختلفه، ولا هي بتبقى مسافه واحده متحدده؟ لا، عندنا 5 سباقات مختلفين. اوكي. احنا بيبقى عندنا السباق الكبير 10 كيلو اللي هو اسمه اوشن مان. عندنا ال 5 كيلو اس ذا هاف اوشن مان. عندنا 1.5 كي دي اللي هي السبرنت ديستنس. وبعدين عندنا بيبقى تتابع، انه بيعملوا تيمز 3 في 500 متر وللاطفال 500 متر. اوكي، حلو. واللذيذ كمان قوي انكلودد في الحكايه. يس. والحلو قوي كمان ان احنا بنبقى بنجمع ما بين حاجتين، ان انت بتبقى عامل الايفنت للبروفيشنالز، وات ذا سيم تايم الناس الاماتيرز اللي هم لسه بادئين يعوموا قريب، لان انت دلوقتي السباحه بدات تخش في حاجات مختلفه. ناس بتعمل بيها علاج طبيعي كفيزيو، بدا الاتجاه فيها ان يبقى جزء من السياحه العلاجيه كمان مثلا، نقدر نقول حاجه زي كده ولا لسه ممكن؟ بس انا مش قصدي قوي كده، انا قصدي ان الاوانس بالنسبه للسباحه كاهميتها مهم قوي، جزء بقى ريكفري، جزء انك الناس تعملوا فيزيوثيرابي، علاج طبيعي، كل الكلام ده. فبدات ناس تعوم وبدات تحب السباحه. فاحنا الايفنت بتاعنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايفنت هاي اند بيخدم البروفيشنالز، وات ذا سيم تايم الناس اللي لسه بدات تعوم قريب بيقدروا يبقوا موجودين في نفس الايفنت مع الناس البروفيشنالز. كان عندنا مثلا اللي كسب الاولمبيكس في 2016 في ال 10 كيلو جيست اوف اونر في الايفنت. فانت كانك مش كانك، احنا وي سيرفنج حاجتين، البروفيشنالز، وبتدي نفس الاوبورتيونتي للاماتيرز كمان لسه بادئين قريب، وده بيبقى هدفنا دايما يعني. والاقبال اصلا حلو. انا كنت بالظبط عارف الحلو في ايه في الموضوع، ان العالم كله بقى مستني امتى الايفنت بتاع اوشن مان في مصر، وانها بتنزل على الخريطه الدوليه كلها، ان مصر في المكان الفلاني في التاريخ الفلاني في السبق، فبيبداوا يحجزوا له من بدري ويتمرنوا له من بدري. فبتبقى حلوه ان دايما اسم مصر حوالين العالم في كل البلاد بيتكرر يعني، وبيعرفوا بقى الاماكن بالظبط فين في البحر الاحمر. طبعا. الحاجات دي كلها. طب والناس كانت يعني ردود افعالها ايه، الناس اللي شاركت او الناس حتى اللي حضرت واتفرجت وتابعت، يعني اتقال لكم ايه على دي النسخه الاولى من البطوله في مصر مش كده برضو؟ عملنا لا نسخه اولى في 2020، بس دي النسخه الاولى من بطوله العالم، يعني العالم كله. أوكي. كان بيكواليفاي بيتاهل لبطوله العالم انهم يشاركوا في مصر. اوكي. وات ذا سيم تايم عملنا حاجه تانية، ان الناس اللي كمان ما تاهلتش ليها فرصه انها تشارك از اوبن كاتيجوري، حاجه مش هم كده، بس بينزلوا في نفس الايفنت بس مختلفين. والناس شافوا ايه بقى مع نهايه فعالياتها؟ يعني الناس لقت ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ الناس اتبسطت قوي اونستلي، وسبشلي الاجانب، اللي انت البحر الاحمر بتاعنا انت بتبقى عايم، عندك الكورلز، عندك شعب مرجانيه، عندك سمك، فانت العومه مش ممله، انت مش مع نفسك وخلاص، بالعكس انت بيبقى عندك سينري لذيذ، بتقابل ناس مختلفه. سربرايزنج الحمد لله يعني وير بليست، ان يوميها الجو كان شمس قوي فالناس اصلا كانت حرانه، فانك يوم 2 او 3 ديسمبر في اي حته في العالم الجو نار ما بتبقى حرانه. صحيح. لا فكان فيدباك لذيذ قوي. لا والحاجه الثانيه اللذيذه ان انت عندك حاجه زي الايفنت اللي هو بتاع ال 10 كيلو، انت متخيل ماشي مسار 10 كيلو جوه الميه، فبتتفرج على كميه شعب تحت الميه، بتتفرج على كميه اسماك لذيذه. طبعا. لا يعني بتوري فعلا، عارف اللي هو مش مثلا داخل 50 100 متر وطالع، لا انت عايم 10 كيلو 5 كيلو، فتبري يعني بتوري جمال البحر فعلا. طبعا.
فلا الحمد لله الناس اتبسطت قوي، وكانوا يعني بيجهزوا بقى ان شاء الله ل 2022 يعني للايفنت الجاي. حلو جدا. يس. طب الاماتورز اللي اتكلمت عنهم يا شريف، كان في سهوله ان الناس تيجي تشارك كاماتور؟ يعني هل الموضوع كان بيتكلم عن اوبن سي كمان، مش ثقافه احنا بنخاف شويه الناس تقول لك ايه ده؟ فيعني هل كان عادي كان سهل؟ يس. اه بالعكس، ده دلوقتي بقى ناس كتير قوي اللي بدأوا رياضه من قريب بقت هي تشارك. وحته اللي انت بتكلمي حته الخوف من البحر، احنا بنبقى بنعوم دايما بارل للشور، يعني مش بنعوم لجوه. اوكي. يعني انت تقومي بتخشي مثلا 100 متر او 50 70 متر وبعدين تمشي موازي للشط، فما بتبقاش دي يعني ماكسيم الدبث بتاعتك 5 7 متر عشان السيفتي وكده. طبعا بالظبط. وقد سيم طبعا احنا بنبقى مانينها، يعني احنا كان بيبقى معانا مثلا في مراكب كتير قوي في المايه علشان كسيفتي، ناس بيبقى معاها عوامات على وسطها فبيبقى لونها مختلف سواء بقى بينك او اورنج او بتاع، فبيبقى باين. بيبقى في معاهم زي تايمينج تشيب في رجليهم فبتبقى عارفه مكان الناس في، يعني الموضوع بيبقى كمان تراك، فالناس تبقى مطمنه من ناحيه السيفتي. وده سيم تايم هم مش حته غريقه خالص، فلا فبداوا يتعودوا، يعني بداوا يكسروا الحته دي شويه. وكان في اطفال فعلا زي ما قلت لنا، يعني كان عندنا اطفال. حلو ده. يعني كان عندنا مين اصغر حد واكبر حد؟ يعني الاعمار كانت ايه اللي شاركت؟ اكبر حاجه كان 74 سنه. حلو ما شاء الله. اه وحد 72 سنه عام 10 كيلو. انت بتكسر تروح الجيم يا كريم؟ انا بتفك منك وانا قاعد. كريم هينزل وشك. والله بتفك منك وانا قاعد. طب والله ليه لا؟ ما شاء الله. خدوا اماتر المره الجايه. ليه بتفك مننا دلوقتي؟ اعملوا حسابي معاك في الدوره الجايه. وانا جاهز بالعوامه البطه بتاعتي وهشرفكم جامد. لا بس كريم العوامه اللي شيف يقصدها غير العوامه البطه. العوامه الثانيه دي عشان بتلوكيت الناس مش اكتر. تخيل هتبوظ الاوبشن مش هتقام تاني في مصر. كان انت مش مهم تعمل اللي انت عايزه، هنسيب لك الطلعه الاولانيه دي امان مننا. و74 وكان يعني مشارك وكان برضه سباح. لا وعام 10 كيلو ترامبو. اه واصغر سن كان عندنا 10 سنين. فده كان لذيذ، بيعوم 500 متر، فانت بدات برده دخل فيهم حته المنتاليتي بتاع الاوبن ووتر سويمنج والكلام ده. واللذيذ كمان كان عندنا ثلاثه سوبر ادابتيف سويمرز، وكان عندنا واحد بلايند سويمر من اليونان. واو. اه بيعوم بحد معاه في وسطه هو التاني بيعوم بيفضل عايم بس معاه. فكان في حاجات اكزامبلز كتير، حاجات قوي بالنسبه لنا تشرف وتشجع الناس قوي انها تبقى. طب والوزاره بقى اخبارها ايه بعد ما اكيد تابعت وشافت يعني كل فعاليات البطوله دي؟ هل جالكم اي ردود افعال من الوزاره؟ هل في وعود بدعم اكبر مثلا في السنين الجايه؟ هما الوزاره من الاول كانت صراحه دعمنا جدا وبيشجعوا الموضوع ده جدا ضمن فعاليات البحر الاحمر، وفعلا يعني اتبسطوا من الفيدباك بتاع الناس لما شافوا ان كان موجود اجانب واتبسطوا، والجزئيه دي فعلا يعني الحمد لله كانوا مبسوطين جدا. وديفينتلي يعني لوكينج فورورد ان احنا يبقى في فعاليات اكتر في 2022 في كمان اماكن مختلفه غير البحر الاحمر، نعمل زي ما انت قلت في الاول يا كريم ان احنا عندنا كذا بحر وعندنا نيل، فنبدا نتنقل من اماكن مختلفه، بحر احمر، بحر ناحيه الساحل، الحاجات دي كلها بالظبط. ممكن واحده واحده نبدا نطلع ناحيه اسوان، الحاجات دي كلها يعني ان شاء الله في بلان كده بقى يبقوا حققوا السياحه الرياضيه اللي انت بتحتاجها. احنا عمالين ننادي عنها. لا طب هل في بمناسبه السياحه الرياضيه هل في تنسيق برضو مع يعني ايه الوزارات المعنيه او الجهات اللي كانت معنيه؟ هل بس وزاره الشباب والرياضه ولا كمان دخلت معانا السياحه؟ يعني ايه الجهات اللي انتوا تعاملتوا معاها؟ احنا مينلي كان التعامل مع وزاره الشباب والرياضه، وسبيشال المره دي لما بدا يبقى في اجانب عدد كبير فديفنتلي بعد كده وود لاف ان احنا يبقى معانا اون بورد وزاره السياحه بالزبط. ان احنا تبقى معانا في الحته دي ديفنتلي، لان احنا نحتاج الدعم ده ليتر اون قدام. يعني دي اول مره يبقى في العدد الكبير ده عندنا في السباقات، ف يعني بعد كده هيبقى في احنا نحب نبقى معانا وزاره السياحه كمان طبعاً. ونبقى الايند معاها في الحته دي قوي، حاجه معنيه تحتها. وفي نفس الوقت بقى ممكن بعد كده يبقى في ليتس سي مثلا حاجه شغل ماركتنج، يبقى في هاشتاج معين للبطوله دي. ده اي حد بقى بيحضر بيعمل الهاشتاج فده بيساعد يعني السياحه اللي هي اندايركت ماركتنج، فبالتالي دي تفيد جدا. ف لو عايزيني معاكم ما فيش يا ريت تنوري طبعا بنعمل بيزنس كريم يا ام وانت انا بالنسبه لي انتوا عارفين مكاني.
فالعوابة البطة ومكاني معروف كده قفلنا اوشن مرغاب. ودي كانت نهاية البطولة في مصر. لا هي نهايتنا احنا مش روح معايا. لو نزل لك صورتين من دول صورة هنا صورة هنا خلاص البرنامج اتقفل. لا لا طب انتوا بالمناسبة كنتوا عاملين يعني جوائز مثلا للمراكز الأولى كان في دعم مادي ما من كيان ما أو جهة ما يعني الرعاة أخبارهم إيه؟ كان احنا فعلا كنا عاملين كده كده اي سباح بينزل يشارك كنا عاملين جزء نفسي اكتر ان اي حد بيشارك ايا كان طلعت من الاوائل او لا بياخد ميداليه فده بيحس اوف سنس اوف كده اتشيفمنت ان انا شاركت وتعبت مجهوده متقدر ده اول حاجه الجزء الثاني ان بيبقى فيه بقى اول ثاني ثالث طبعا على كل سبق واول ثاني ثالث بشكل عام اوفر اول على كل مرحله عمريه فكان كل السباحين بياخدوا مراكز ده جزء والجزء الثاني ان اللي طالعين اول ثاني ثالث عالم اول ثاني ثالث عالم اسف كانوا بياخدوا برضو جوائز ماديه علشان نشجع الناس انها يعني تشترك وان هم يحسوا ان هم مجهودهم متقدر فعلا ماديا ومعنويا اللي هي الميداليات والتروفيز وكده بس حتى لو ما كانش في رقم يعني ولا كانت حتى دعم او يعني جوائز ماديه رمزيه بالتالي ليتر اون ممكن يبقى في سبونسرز انت في الاول في الاخر لو رحت لاي بزنس مان مثلا او انتيتي معينه مصريه هتقول لها في الاول في الاخر ده حاجه لمصر ف يعني فاهمني بس انا المره دي كان معانا برده سبونسرز في الايفنت عشان احنا قلنا ان احنا نقول لا بس يعني كان معانا كده كده رعاه رسميين للايفنت ومن غيرهم برده ما كانش هيبقى في الدعم ده بس زي ما بتقولي ان واحده واحده كل ما بيبان الامباكت بتاع الايفنت فساعتها بعد كده تلاقي الانبوت بتاع الانتيتيز الثانيه انها تقدر تحط حاجات اكتر في الايفنت ديفينتلي طبعا هتحصل واحده واحده ان شاء الله ان شاء الله جميل طب انتوا برضو بما ان انتوا يعني كنتوا منظمين وقائمين على بطوله دوليه وقيمه يعني في مصر شايفين بشكل عام ايه اهميه وايه دور البطولات الرياضيه المختلفه في دعم الملف السياحي عندنا في البلد اوكي قصدك كرياضات مختلفه مش سباحه بس زي بطولات الاسكواش العالميه اللي اتعملت في مصر بطوله العالم او كاس العالم للهاندبول اللي اقيم في مصر النوع ده من البطولات شايفين يعني الى اي مدى ليه انعكاسات ايجابيه سياحيا على مصر طبعا لا انا شايف ان انواع البطولات دي بشكل عام ليها دور مهم قوي على مصر والتنسيق جوانا تحت وده التنسيق ده هيحصل من خلال وزاره الشباب والرياضه ان يتحط اجنده في خلال السنه ان كل شهر او كل وقت معين بيكون في بطوله معينه او فعاليه معينه وده زي اللي بيحصل دلوقتي يعني بس ان شاء الله يبقى في حاجات اكتر لوكينج فورورد يعني ان بتبين اماكن مختلفه من مصر وبتبين اجزاء جميله من مصر محافظات مختلفه فبالتالي هتاتراكت سياح اكتر هتاتراكت رياضيين اكتر زي ما انت قلت كريم مثلا ناس من السكواش ناس من السباحه ناس من الباسكت و و و فلا طبعا يعني دي حاجه تحفه يعني لمصر ولينا كلنا يعني هل ممكن برضو تدعو يعني هو اصلا في حاجه جايه في 2022 السنه دي هي امتى في طب خلينا نتكلم على تفصيل اكتر عشان عايزه بعد كده اسالكم حاجه خاصه بيها اوكي ايه بقى اللي جاي 2022 اوكي احنا لسه بنحدد ميعاد البطوله بتاعتنا بتاعت اوشن مان هتبقى اخر السنه الجايه بس لسه ما حددناش التاريخ نفسه بس انتوا بتحبوا تعملوها في الشتاء علشان اتراكت من كل حته في العالم يعني دي يعني مقصوده من من شهر 10 يعني احنا مش عايزين نعملها ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا الصيف لان حاولنا يعني بيبقى الجو معقول أوكي. بالعكس احنا عايزين نستفيد ان احنا نبقى تفكير مش سهل بنحاول مش بقول انت بتذاكروا جامد بنحاول لا بالعكس اصل احنا صراحه بجد بحرنا خطير المايه بتاعتنا لا كلامك منطقي لان يعني في الشتاء مصر بتزدهر سياحيا لان العالم كله بيبقى متلج وبييجوا عندنا ويشوفوا الجو بتاعنا متلج ومقفل وكل حاجه وبييجوا هنا مش مصدقين يعني الناس انها كانت جايه تعوم من غير يبقوا لابسين وايت سوت هما بالنسبه لهم دي مش حاجه انهم ينزلوا البحر في ديسمبر ده مش حاجه عقلانيه بس اللي انتوا على فكره الموضوع ده يعني هو نفسه قماشته عريضه قوي واخد بالك فممكن يعني بعد شويه كده يبقى في تنويعات صح كده بمعنى ان اللي انتوا بتعملوه ده مثلا ممكن يبقى فيه شق منه معني بالتنافسات في النيل او سباحات في النيل فده ياخدك على الاقصر واسوان في وسط طبيعه خلابه مع تغطيه بقى سوشيال ميديا ده احنا لو اعتمدنا بس على الصور اللي هيصوروها البارتيسيبنتس نفسهم يعني هتعمل شغل حلو فاهم ازاي يعني في مساحه لتنويعات تانية ممكن تستجد في البطوله دي ولا انتوا مش شايفين كده لا بالعكس احنا طول عمرنا زمان كان في بطوله النيل الدوليه فاحنا
كانت موجوده زمان. فبالعكس زي ما انت بتقول دلوقتي نقدر نبدا ندخل حته ثانيه زي النيل، نبدا نطلع الاقصر واسوان. طبعا عندك بحر متوسط، بحر احمر، جو حلو طول السنه، ميه حلوه نظيفه. فبالعكس فلا ديفنتلي عندنا زي ما تقول حاجه، يعني في حاجه كبيره نقدر نلعب فيها يعني. حلو جدا. بس فديفنتلي اللي جايه بقى 2022 ان شاء الله ايه اكيد رسم لها شكل شويه هيبقى مختلف افضل من النسخه اللي هي كانت اللي فاتت. هل ممكن مثلا تدعوا سباحين عالميين يجوا كبروموترز ل يعني فكرت في حاجه كده؟ احنا المره اللي فاتت كان عندنا كسب البطوله سوري اللي كسب الاولمبيكس في 2016 في ريو في ال 10 كيلو كان هو الجاست اوف اونر. اوكي. وجه وعمل ورك شوب في الاول للناس قبل السباقات بتاعتهم ازاي في يعوموا في الاوبن ووتر سويمنج والتيرنز والحاجات دي كلها، فكانت لذيذه قوي. فبس ديفنت عايزين نعمل كده بقى السنه الجايه اكتر، ونبدا نجيب ديفرنت فيجرز، نبدا نجيب حاجات الناس بتبص لها از رول مودلز، يبقى بنديهم ورك شوبس قبل الايفنت، فجزء منها يبقى في حاجه ايدوكيشنال شويه وحاجات موتيفيشنال وكده، اند ذن بعد كده يبقى عندهم الاكسبيرينس بتاعت السباق. ممكن كمان تضيفوا على كده يعني الناس بقى اللي هو انتوا عندكم شق ترفيهي برضو في الحكايه مش بس تنافسي، واخد بالك ازاي؟ فممكن جدا تستعينوا. أيوة عايزين افكار بقى. أيوة. الى جانب خد الفكره اللي هي الى جانب السباحين العالميين اللي انت بتتكلم عليهم، انت ممكن تجيب بابليك فيجرز بشكل عام حتى لو مش هيشاركوا هم نفسهم. صح. ممكن تجيب انفلونسرز اللي تعرف بقى المستجدات فلوجرز وبلوجرز والحاجات دي كلها. الناس دي برضو ممكن تعمل معاكم شغل، وبعدين هياخدوا ماتيريال حلو، هيصوروا ماتيريال حلو، فيوهات حلوه، اكشن لطيف. يعني عايز اقول لك واحنا بنتكلم معاكم من شويه شفنا كده كذا شوت لطيف جدا، فكره بس الستارت بتاعت الناس وهم نازلين كلهم في المايه، يعني انت عندك صوره لطيفه ممكن تجيب الناس المحترفين فيها عشان ينقلوها للعالم كله من خلال فيديوهاتهم. صح ديفنتلي. دي فكره حلوه قوي. بالظبط ناخدها انتو كونسيدريشن. لا ده انا طلعت نعمل. لا لا انا طلعت بفهم. لا كريم فعلا بيبقى في انفلونسرز وبيبقى في فيجز كمان هم انتو سبورتس، فبالنسبه لهم ان هي اتس وين وين، ان هو طبعًا عايز يجي برده ويشارك وياخد اكسبيرينس لذيذه، فهو حابب الرياضه دي او حابب ان هو يبقى بارت من الكوميونتي الرياضي، وهو كده كده بابليك فيجر وانفلونسر. ف عندنا ابطال الاولمبيكس بتوعنا يعني وغيره وغيره، فيعني بالظبط يعني جود لك والله بجد، يور دوينج ا جريت جوب، واحنا معاكم وان شاء الله نبقى نتقابل تاني وتبقى ايفنت كمان او يكون ايفنت احسن من اللي فات، ولو عايزين اي مساعدات احنا نورتونا وشرفتونا وموفقين دايما يا رب. بنهنيكم مره تانية على نجاح النسخه دي من البطوله، وان شاء الله كلنا بنتطلع بقى للمزيد من النجاحات. شكرا لكم ثانك يو قوي على البرنامج اللذيذ الحلو والقعده الحلوه دي. الله يخليك. وعلى السبورت اللذيذ مبسوطين ان احنا كنا معاكم فعلا. واحنا كمان والله. واحنا كمان. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، ودلوقتي عندنا الحقيقه مجموعه كبيره من الملفات اللي هنتكلم من خلالها يعني مع كل حضراتكم، قاريه وايضا عالميه. عندنا استعدادات المنتخب لامم افريقيا، كمان عندنا مصير الدوريات في اوروبا ومصير ابننا محمد صلاح مع ليفربول ومونديال الانديه، مواضيع كثيره جدا هنتكلم فيها وهنفتح ملفاتها ان شاء الله بشكل مفصل مع ضيفنا العزيز الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي اللي منورنا. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. يا صباح الجمال. يا ربنا يكرمك. وملفات شائكه. ايوه شائكه وجمال ما يركبش. شائكه وجمال ما يجيش، في تناقض. ما هو في تناقض. شائكه بشكل جميل. ممكن. بس هو في تناقض فعلا، يعني عايز اقول لحضرتك لما يجي نتكلم عن استعدادات المنتخب لامم افريقيا ونيجي نشوف تصريحات برضو، فكان في تناقض صح كده؟ على كل حال مش هنركز مع التصريحات، خلينا نركز مع المنتخب دلوقتي ومدى رؤيه حضرتك لمدى استعداداتنا ان شاء الله للفوز، والمجموعه بتاعتنا برضو شايفها ازاي؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك بتقولي استعدادات منتخبنا، هي فين استعدادات منتخبنا؟ ايوه شوف بس البدايه اهي، شوف البدايه زي العسل. بدايه زي العسل. دي حقيقه. شفت بقى اهو ما غلطناش في الاول. ومش هنتغاضى عن كلام كروش او تصريحاته، لان هي ومش هنجمل الكلام، هو الراجل بيضحك علينا. بس هو اعتذر على فكره، هو او وضح، هو قال الحقيقه. هو قال الحقيقه بقى، اعتذر ما اعتذرش، هو قال الحقيقه. هو عبر عن قناعاته. بالظبط. هو الموضوع منتهي، يعني هو مثلا ايه لما قال على كاس العرب ان هو مثلا بيجرب تجربه مقبول شويه. على اساس ان احنا كان عندنا بعد كاس العرب عندنا حاجتين مهمين جدا، المهم ثم الاهم، المهم هو كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، ثم الاهم
والاهم جدا اللي هو التاهل لكاس العالم طبعا في المباراتين الفاصلتين. الراجل لما خلاص احنا خلاص كاس العرب ما له وما عليه خلاص مقبول تماما بالنسبه لنا مفيش مشاكل. هو ما له وما عليه فعلا. بالظبط. لما يجي بقى لبطوله كاس الافريقيه وتصريح قبل كده لا اصل انا ما اتفقتش على كاس الافريقيه اصل انا اهم حاجه عندي كاس العالم وانت لو سالت اي حد اوكي انا موافق على كل كلامك بشرط واحد بس ان انت تنفذه. عشان ناخد يا عم كاس الامم الافريقيه واطلع كمان من الدور الاول انا موافق كمشجع مصري موافق على ده بس بشرط ان انت تاهلنا لكاس العالم لكن ده مش هيحصل. طب وليه يطلع رابع العرب ويطلع بالمنظر اللي حضرتك بتتكلم عليه افريقيا ده هيعمل ايه؟ انا جاي لحضرتك بقول لحضرتك هو ليه بيضحك علينا؟ هو حاجه من اتنين هو بيضحك علينا ولا بيستخف بينا؟ يعني هو الكلام ده ضحك على الدقون ولا استخفاف؟ كله يعني هو يعني ما هو بيضحك علينا بيستخف بينا برضه يعني هو الراجل خلاص قرا بقى الدنيا ماشيه ازاي في حزب اهلي في حزب زمالك في اتحاد كوره خلاص هو ايه قال لي جيب من الاخر. شايف غضب جماهيري مجمع انا فاهم على مختلف الانتماءات انا فاهم لكن هو الراجل كان ذكي ليه؟ انه كان ذكي في تصريحاته انه بيعرف يضحك علينا ازاي يعني هو قال لك انا معاكم ان انا طموح ان نوصل كاس العالم هو المباراتين الفاصلتين نجح فيهم ونتمنى ده خلاص انا كنت متفق على كده وحققته ورحت كاس العالم ما حصلش هيمشي ما هو خلاص ما هو ممكن طبطر. يكمل بعد لو ما حصلش هو مفيش اصلا حاجه وده اوبشن يا جماعه حد يجاوبنا بالظبط فبالتالي مش هيتحاسب فهو بعد المباراه الفاصله او المباراتين الفاصلتين ذهاب واياب لكاس العالم مفيش كروش لا قدر الله يعني نتمنى طبعا اتمنى يحقق كلامه ويبقى صح ونتاهل ونبقى نشوف الموضوع كلهم. الاداء ده بعدين لكن هو بالشكل ده الراجل بيتحرر خالص لان هو لو عمل اللي هو عاوزه خلاص هو صعد وتاهل انا حققت وكنت عندي كلمتي لكن لو ما حصلش لا قدر الله هيمشي فمفيش حساب ما حدش هيوجه له انت ليه فشلت مش هيقعد في مؤتمر صحفي ما هو الرد هيكون ان هو هيمشي يعني بالظبط يقعد بقى نسال احنا دي السيد نسال محمد شوقي نافن هيكون مشي بعد ما ضيع علينا كاس العرب وام افريقيا وكاس العالم بالظبط هيكون مش طب احنا عملنا في نفسنا كده ليه حضرتك هتعمل معاه ايه تقدر تقول لي هتعمل معاه ايه روح اسال بقى كابتن ضياء السيد كابتن محمد شوقي كابتن عصام الحضري اي حد قدامك اساله واسال اتحاد الكره اللي هيكون جديد من بكره يقول لك انا ماليش دعوه ده اللي جابه اللي قبليه اللي يعني هيحصل طبعا. مفيش اي حاجه محدش هيتحاسب هو او مش حدش الراجل نفسه مش هيتحاسب على الكلام ده كله فهيمشي وحركه تعمل له ايه ولا اي حاجه خالص وهيمشي ويروح بلده وشكرا ويعيش حياته ومالوش علاقه مصر. طب ممكن اسال حضرتك حاجه استاذ محسن هل المشكله عندنا في سوء الاختيار ولا احنا اخترنا صح ولكن لم يوفق عشان دي حاجه ودي حاجه ثانيه؟ لا هي 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 على بعضها ملخبطه هو اصلا كان وجود اتحاد كوره او اللجنه الثلاثيه اصلا كان خطا يعني الناس اللي كانت موجوده بشكل مؤقت وفضلت تمد من الفيفا فبقت احاديه كانت خماسيه بقت ثلاثيه وبعدين بقت احاديه وبعدين تصريحات هلاميه ملهاش اي معنى تاني هنيجي الكلام ده بعدين في تصريحات كاس العالم الانديه لما قال لك الاهلي هيلعب بكام نجوم والمنتخب هيلعب بكام نجوم طب ازاي لو المنتخب وصل كل اللعيب هيطلع بمنظرين يعني انا نفسي يعني لو المنتخب تاهل لنهائي البطوله الافريقيه انا نفسي اعرف من عايز اشوف رد من الكابتن احمد مجاهد لا البطوله اتاجلت ولا يعني هو طبعا اكيد بيراهن ان المنتخب ما يصعدش تخيل ان ده بقى الحل يبقى الحل عندنا الحل الذي يرضي جميع اطراف المنتخب ما يتاهلش يعني احنا نتمنى المنتخب ما يتاهلش او جمهور الاهلي يتمنى الاهلي ما يتاهلش مستحيل طبعا لا حاجه مش حلوه يعني حاجه مش ظريفه فهو طبعا هذه الهلاميه اللي كانت موجوده في اتحاد الكوره خلفت هذا المدرب الهلامي برضو اللي جاي ونتج عنها الوضع اللي احنا فيه ووصلنا للوضع اللي احنا فيه اللي هو اصلا من قبل كده كان برضو هلامي يعني ما احنا اصلا في كاس العالم في تصفيات المؤهله لكاس العالم دي التصنيف الثاني اللي احنا فيه احنا السبب فيه بسبب عدم خوض مباريات وديه ايام الكابتن حسام البدر اللي هو يتحمل المسؤوليه كامله هو والاتحاد الكره اللي كان جايبه لان هو حتى لو رفض ده اتحاد الكره كان يوقفه لا لازم نلعب لان في تصنيف دولي وصل بينا الحال النهارده احنا نتقابل واحد من الخمسه الكبار اخفهم نيجيريا والسنغال واكبرهم الثلاثي اللي احنا مش عايزين نقابله يعني الاعتبارات اخرى نفسيه ومعنويه ولغه مباراه الاشقاء تونس والمغرب والجزائر في حين ان انت لو كنت في الاول كنت هتقابل بقى غينيا الاستوائيه عفوا الكونغو الديمقراطيه مالي كاميرون غانا اللي هم في اضعف حالاتهم مش قوي كنت هتبقى فرصتك افضل يعني فرصتك على الاقل 60 ل 40 لكن دلوقتي يمكن 40 60 ده في افضل حالاتها احنا العك اللي حصل في اتحاد الكوره هو اللي وصلنا اللي احنا فيه الكلمه دي ما هو ما هو ده عك ما هو دي الحقيقه احنا مش هنضحك على نفسنا هو الراجل بيضحك علينا ليه وعمال يقول كاس منين انت ضامن تتاهل كاس عالم منين انت ضامن هي الثقه يعني؟ فعلا مش مبنيه على بيز يعني لا هو الراجل واثق حقق انا رجل على رجل وانا وعدت واوفيت ويزيد المرتب والمكافئات وكروش راح وكروش جاي خسر هيطلع من البلد الوفاء على بعد التصريح ده ما حدش حتى من الحضور
يعني رد عليه وقال له طب احنا كاس عالم ايه اللي بتتكلم عنه واحنا شايفين اللي احنا شايفينه ده؟ مين الحضور؟ شايفين منتخب مهترئ يعني. مين الحضور؟ اسئله استاذ محسن مش سهله. رد مين صحيح. مين الحضور؟ انا وحضرتك وحضرتك الكلمتين دول ده احنا بنقول اهو بس ما حدش يعمل حاجه لان هي هي هو العمليه كده مبنيه على ان ما فيش في النهايه ما فيش حساب. يعني هو قائم على ان ايه ما فيش حساب. اول ما يحصل الضروب اللي هو مصر تخسر زي ما خسرت في كاس العرب وتخسر لا قدر الله في كاس الامم وتخسر لا قدر الله في التصفيات في التاهل نشيل بقى كروش اللي هو مشي خلاص بقى ورحل بقى وكان لابد ما يجيش وكان مش عارف مين والمدرب الوطني ونقعد في حلقه مفرغه نكون بعدها رجعنا للدوري تاني والاهلي لا الزمالك لا بيراميدز لا خلاص وايه ودوامه يعني بتغطي على دوامه هي او ده سيناريو حزين يعني خلينا نقول نتمنى الا يحدث اللي يعني الحزين في الموضوع ان الجيل ده جيل كويس جدا انت منين عندك واحد من افضل لعيبه العالم ان لم يكن الافضل يعني من صحيح. الافضل ان لم يكن الافضل فعلا. ماشي محمد صلاح وعندك واحد زي تريزيجيه بسم الله ما شاء الله راجع من اصابه نتمنى له التوفيق عندك النني في الارسنال عندك مرموش عندك مصطفى محمد في الدوري التركي عندك حارس مرمى هو الافضل في افريقيا وبالاضافه للتوليفه المحليه من لعيبه الاهلي والزمالك وبقيه الكره المصريه هتجيب منين الجيل ده ده لازم يصعد كاس عالم كل مره كل حد ما بيعتزل اللعيبه اللي معاه بالكواليتي اللي حضرتك بتتكلم عليها مش كان برضو المفروض بحكم خبراتهم السابقه حتى لو افترضنا طبعا ان كل واحد فيهم محطوط في مركز تاني غير مركزه الاساسي وانعكاسات ده سلبا على الاداء بطبيعه الحال بس على الاقل نشوف حد اعلى حد ادنى عالي شويه عن اللي احنا شفناه نشوف شويه كوره ما الحل فعلا اللي حضرتك قلته الحل عند اللعيبه استنفار اللعيبه نفسها يمكن كنت اتذكر اكيد هم لامسين ومش راضيين عن اللي بيحصل يعني انا كنت اتذكر مثلا لعيبه الاهلي طبعا. كان ايام مانويل جوزيه افتكر حتى الدكتور تاس اسماعيل كان في مره في ماتش الصفاقس الشهيره كان الاهلي تعادل في القاهره ورايح في رادس خلاص 0-0 الاهلي بره فهو قال جمله حلوه جدا قال لك المباراه هناك مش مباراه مدرب بقدر ما هي الاستنفار اللعيبه انت انتصر لنفسك انت النادي الاهلي انت حاول تنتصر لنفسك خلاص انت تعثرت على ارضك بالتعادل هناك التعادل السلبي يطلعك بره فانت لازم فهو ده اللي حصل اللعيبه نفسها اتشحنت فلعبوا مع كامل تقدير طبعا لمانويل جوزيه لكن اللعيبه نفسها كان استنفار اللعيبه في الملعب احنا بنلعب باسمنا فده اللي موجود النهارده هو الحل الوحيد ان اللعيبه نفسها تلعب لنفسها صلاح يلعب باسمه صلاح بتاع ليفربول ما زال مش موجود مع منتخب مصر ما زال اسباب اخرى بقى واي اعتبارات مش مشكله بس انت المفروض انت النهارده انت اللي تقود المجموعه انت وتريزيجيه والنني واللي هو الجماعه المحترفين وبالمناسبه استاذ محسن كون ان محمد صلاح مش موجود على حد تعبيرك دي حاجه نغلط فيها صلاح لا لا طبعا بالمناسبه انا الاوضاع العامه اللي صلاح محطوط فيها هو موجود بس انا اقصد يعني اوضح لحضرتك الحته دي كانت ناس بتنتقد ان صلاح مش بنفس الاداء موجود بمعنى فاعل يعني فاعل انا اقصد اقول لا هو موجود وفاعل هقول لحضرتك ليه النهارده بتقول مثلا في ماتش ليبيا صلاح ما عملش حاجه مثلا يعني ايا كان طب حركت طب طلعه كده ما تقدرش تطلعه عارف ليه لان هو موجود شاغل معاه مان تو مان والثلاثه بالظبط يبقى واحد المان بتاعه اللي معاه ومعاه واحد قريب منه والثالث خلي بالك من صلاح فشاغل ثلاثه طب انت النهارده لما تلعب ماتشات في افريقيا لازم صلاح موجود حتى لو ما عملش حاجه باسمه زي الاهلي كده لما يروح يلعب في افريقيا الفرق بتتهزم منه خايفه من اسمه حتى لو الاهلي كان سيء بيتخافوا من اسمه فييجوا مغلوبين فكذلك محمد صلاح وجوده خلاص انت بتلعب مع الفرقه ناقصه ثلاثه في وجود محمد صلاح هتقول لي ناقص محمد صلاح ما عملش حاجه بس الفرقه الثانيه ناقصه ثلاثه انت بتلعب 10 وبيلعب 8 فهي دي الفكره ان انت بس اقصد اقول ان صلاح بقى المفروض يكون فاعل اكتر من كده يعني انا وجهه نظري يعني هو ايه في ناس قالت لك ده بيخاف على رجليه وفي الالتحامات لا لا لا, لا 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 مش كان مش بيتقال والله انا أيوة طبعا بيتقال طبعا بسبب ان هو ايه يعني في الفتره الاخيره مثلا ما سجلش او كده لكن لا هو موجود طبعا دوره مهم جدا زي ما قلت لحضرتك وجوده مهم جدا 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 حتى لو ما كانش لو ما عملش حاجه فاستنفار اللعيبه اللي احنا افتقدناهم على الاقل في كاس العرب اللي هم مجموعه المحترفين اللي هم المفروض التورته بتاعتك يزينوا التورته بتاعتك هم المفروض يعملوا كده مع مجموعه المحليين اللي هم بالتاكيد ما يقلوش طبعا ده اللي احنا بنقراه لكن لو هنروح لكيراش لان ما حدش عارف يقراه لحد هذه اللحظه عايز مناجم فبتشوف اسلحه كيراش ايه بتشوف اعتماد كيراش هيبقى على مين المحترفين طب ما شفناش برضو ده يعني لما اتكلمنا في كاس العرب ما هو كاس العرب ما فيش محترفين فهو هو بيراهن على حته ان هو كان في كاس العرب ما عندوش صلاح ما عندوش النني ما عندوش مرموش تريزيجيه فدلوقتي الوضع يعني على جاني بقى فهتحسن اكتر لكن هو
طبعا اصبنا بالاحباط بالتصريح بتاعه. لسه كنت هقول لحضرتك حالا، طب طالما انت بتتكلم ان كاس العرب ما كانش عندك محترفين وكنت بتقول انت محتاج والوضع هيختلف وده اللي احنا كنا مشغلين ليل نهار بننقله عن تصريحاته، انت جيت دلوقتي بتتكلم ان انت برضو ليه مش هتقدر وليه قارنت بكريستيانو؟ لو هنتكلم على حضرتك على التصريحات اللي معنى يعني. الشاب الشاء يذكر، سنه 98 لما المنتخب راح شارك في كاس الامم الافريقيه في بوركينا فاسو، محمود الجهر الله يرحمه كان مدرب المنتخب وقال احنا هناخد ال 13 من الجماعه اللي رايحين دول اللي هم 16 فرقه. هو عمل ليه كابتن الجهر الكلام ده الله يرحمه؟ خف العبء النفسي والضغوط عن كل اللعيبه وبالتالي راح خد البطوله. ماشي، هنا كنت اقدر اقول ان هو بيخف العبء النفسي عن لعيبته، بس انا مش شايف ده يعني قدر الواقع. اللي هو ايه يعني ايه يعني قلت ان هو بيخف العبء بقى خلاص احنا مش مرشحين وبتاع فاحنا نروح نلعب براحتنا، لا انا مش شايف ده، لان هو راح اثقل كاهلنا بحته انا جاي عشان كاس العالم. طب انت منين ضمنت؟ انت منين مين قال لك ان انت ضامن تاخد كاس عالم؟ طب ما ده ممكن يبقى ليه انعكاس نفسي سلبي اصلا على اللعيبه بتاعتك. صحيح. على المنتخب ما هو بتاعك. ما هي دي المشكله، ان هو في عشان كده احنا لا نامل للاسف في المنتخب انه يذهب بعيدا. يعني انا في وجهه نظري هيتخطى الدور الاول، لانه على الاقل هياخد ثلاثه مش هقول اثنين، لانه بياخدوا اثنين وافضل اربع توالد، فمنتخب مصر اكيد منهم واكيد طبعا مش ثالث. لكن المباراه الاولى مهمه جدا بالنسبه لنا، لانها هتحدد طريقك، يا طريق الجزائر اللي هو صعب جدا، يا تخش بقى مش عارف ثاني المجموعه الايه ولا ثالث المجموعه الخامسه، يعني مجموعات فرق اقل شويه، فتدي لك فرصه ان انت تخش مربع زي كلامه كمان في بعض الاحيان. يعني هو قبل انطلاق بطوله كاس العرب يعني قال ما معناه كده ان احنا ايه، ان هو يعني عينه على افريقيا وان هو عايز ياخد كاس العرب مش مهم وعيني على افريقيا. رجع دلوقتي قال لك ليه بلاها امم افريقيا عشان مركزين بكاس العالم. من يحاسب كروش؟ يعني ده السؤال، مين ده بيحاسب كويس. كروش؟ مين بيحاسب كروش؟ يعني كروش عمال يقول يعني، بس هو كروش برضو عنده حق يقول في هذا. مع اذا كان الكابتن احمد مجاهد قال تصريحه لحد النهارده ما فسروش حتى، يعني هو ما فسروش اللي هو خلاص بالبلدي كده الاهلي لبس في موضوع كاس العالم للانديه ده. اه طبعا تضارب المواعيد بينه وبين امم افريقيا بالمناسبه، شايف هيحصل ايه في النقطه دي؟ مش هيحصل حاجه، لان دي قاره افريقيا، هكذا تنظر اوروبا او الفيفا لقاره افريقيا، لا كان لا يمكن يحصل لقاره امريكا الجنوبيه ولا لاوروبا طبعا 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 ولا حتى اسيا اللي يعني بتتكلم في تمييز ديسكريميشن يعني. ايوه طبعا، وانا مع صامويل ايتو اللي بيعمله مع البطوله، انه وقف ضد انفانتينو كان عايز يرضي اوروبا كلها عشان يلغي البطوله دي، ياجلها فتتلغي وبعدين عشان يرضي الاوروبيين عشان ماتشاتهم، فبالتالي كان عايز يلغيها. طبعا لما صامويل ايتو صمم وكويس ان جت من نجم كبير وحط كمان انفانتينو صف ثاني في المباراه الافتتاح، لك الصف الاول للاساطير، مش معقول طبعا احط انفانتينو قبل ميلا، نحن نقدر اساطيرنا طبعا، انا معاه تماما يعني. ارجع انت ورا، ده مكانك الطبيعي، دي بطوله افريقيا للافريقيين، عشان هم دايما لو هم حتى يقول لك ايه انتوا خليكوا كل اربع سنين، يا عم انت مالك، دي بطولتي انا حر اعمل اللي انا عايزه فيها، دي مونديال، بيسموني المونديال الافريقي، ده كاس العالم بتاعنا، انت خليك انت بقى في كل شويه عمال انتوا تزودوا بطولات وتزودوا انديه وتزودوا خليكم انتوا في حالكم، دي متعتنا، احنا بنحب بنلعب مع بعض بالشكل ده كل سنتين بقى، في مصر في المغرب في تونس في نيجيريا في الكاميرون في جنوب افريقيا، احنا حابين ده، احنا كلنا مع بعض وبنحب بعض، الماما افريقيا كلنا شفنا حتى في كاس القارات لما مصر كانت بتلعب في جنوب افريقيا كل الجمهور الافريقي كان بيشجع منتخب مصر، احنا صحيح. كلنا ورا افريقيا، جمهور مصر لما غانا كسبت مصر في كاس العالم، تاهل لكاس العالم 2014 وكسبتنا 6-1 نتيجه تاريخيه، الناس على الهوا كانت بتشجع منتخب غانا في بطوله في بطوله كاس العالم، لان احنا في النهايه احنا دي كورتنا دي متعتنا، احنا نعملها زي ما احنا عايزين. انت بقى انت بمتدخلين اوروبا يقول لك يا تلغي البطوله دي تخليها لي كل سنتين كل اربعه، مش انت مالك. فانا مع صامويل ايتو بصراحه رائع جدا جدا جدا، هو قال حتى سؤال مهم جدا، قال لك الناس بره دايما يسالوا لعيبه افريقيا انت هتروح تمثل بلدك في امم افريقيا، قال لك السؤال ده ما تسالش لعيبه امريكا الجنوبيه او لعيبه اوروبا، في حد يساله السؤال ده؟ وبعدين لما كاس الامم الاوروبيه اتلعب في شهر 6 اللي فات في 10 دول اوروبيه جاي ويقول لك اصل كورونا وماكرون مش عارف ايه، طب ماشي يا عم، طب وهنا بيتلعب في الكاميرون واحده بس الكاميرون، هم ربنا عاقبهم، بقت انجلترا عندها في اليوم مش عارف 98,000 حاله و100,000 حاله، طبعا ربنا يشفي الجميع، لكن استاذ محسن مش سهل لا دي الحقيقه، انا بتكلم في الحقيقه ايوه احنا قلنا الكلام ده بالظبط بالظبط، فهم ولسه يا استاذ محسن ولسه كمان بيجي علينا يزعل افريقيا قاره غلبانه. طب انا عندي سؤال بالمناسبه دلوقتي لسه فاكران امبارح كنا بنتكلم فيه مع كابتن حشيش، هو ليه احنا بنتكلم كيروش في 25 لاعب انت عندك 28، يعني فكره هنا الزياده عشان الكوفيد وغيره، هو ليه بيرسك الموضوع؟
ما والله انا ما بقيت فاهمه يعني. وحتى لما عمل حتى لما عمل 25 وبعدها بيومين او ثاني يوم او 48 ساعه مضيف الثلاثه، طب انت ليه مثير للجدل؟ ما تاخد يا عم الناس ما تاخدهم من الاول وعشان مروان حمدي مثلا الناس في اختلاف عليه بسبب أيوة ادائه اللي كان سيء الغير موفق، مش مشكله، ما هو انت قناعتك انت اللي هتتسال مش انا. بس القانون ده لك 28 وانت بالزبط. عندك على فكره لعيبه، ما نتكلمش عن مروان بس، ما انت عندك أي حد. يعني عندك اسامي كتيره يعني هو مثلا كان مقتنع بال25 وفجاه اقتنع بالثلاثه ثاني يوم، يعني ما هو برضه مش منطق يا عم، اصبر وضمه كله مره واحده. يعني بيعمل حاجات صغيره ما لهاش لازمه يعني، هو بس هو خلاص. طب الفريق المعاون ايه يا استاذ محسن؟ احنا ما بنتكلمش عن الفريق المعاون تقريبا، ما تخلينا نفهم كده، مش برضه ليه دور؟ انا في وجهه نظري هو راجل ديمقراطي جدا، دي وراها حاجه، بياخد ارائهم كلهم وبيعمل اللي هو عاوزه. بس ما هو ده واضح جدا، بياخد ارائهم كلهم. هو راجل ديمقراطي بياخد ارائهم كلهم وفي الاخر بيعمل اللي هو عاوزه. طب هل هم عليهم لوم يعني بصراحه؟ هل بتشوف ان لو ده اداؤه هو انا اقدر الوم دلوقتي الفريق المعاون ولا لا؟ افضل ان في هذا اللاعب افضل مثلا في هذا المركز في المباراه دي هو اجهز، لكن في النهايه قراره هو اللي بيتحمل المسؤوليه. لا هم لا يلوموا لان هم اكيد بيقولوا الكلام ده، واحنا واصل لنا السم اللي معاه برده مش قليلين، الكابتن ده السيد راجل كلهم قامات كبيره، محمد شوقي كابتن عصام الحضري في حراسه المرمى اكيد، وهم حتى تصريحاتهم قال لك قعد معايا نص ساعه يتكلم على فلان، قعد معايا مش عارف تلت ساعه نتجادل في كذا، هو بياخد ويدي، بس في النهايه القرار ليه هو، لان هو اللي بيتحاسب لو هم لا يلوموا طبعا. هم تعالى بقى بعد اذنك نروح للاهلي اللي فرحنا، وتعالى نتكلم شويه على كاس العالم للانديه ورؤيتك لمدى قوه الفرق المتنافسه في هذه النسخه من البطوله، وايه فرصتنا ان احنا نوصل للنهائي. والله كنت عايز اقول لحضرتك يعني لولا الدروب بس بتاع كاس الامم الافريقيه ده والتعارض المواعيد، كنت اقدر اقول لحضرتك ان الاهلي ناوي يذهب بعيدا في البطوله دي. ليه؟ لان هو النادي الاهلي طبعا الاكثر مشاركه طبعا في افريقيا 6 وبقت 7 مرات، الانجاز الاكبر ليه المركز الثالث مرتين في راح منه انجاز في افريقيا، النادي الرجاء لما سنه 2013 تاهل للنهائي وخسر قدام بايرن ميونخ، ونادي مازيمبي في 2009 لما تاهل وخسر من انتر ميلان 3-0 في فبقت الوصافه بقى في انجاز اكبر من النادي الاهلي، يعني اكبر من انجازات النادي الاهلي. طبعا لا يقلل والناس كلها لا احترام الرجاء نادي كبير ومازيمبي نادي كبير، لكن النادي الاهلي بقى عينه اعلى شويه في القصه دي، عشان كده تلاحظ ان التجديدات للنادي الاهلي والتعزيزات كانت عاليه شويه. بيرسي تاو مثلا الاهلي ما خدش كتير مع والتر بواليا، لما والتر بواليا حصل له دروب اداله فرصه والثانيه والثالثه، ولا اركن مش اركن امشي عاره وهات مع عشان ما عندناش والعاره ربما تكون مش لصالح اللاعب بالظبط، عادي عادي له يعني هو صبر عليه فعلا بالظبط، بس ما طولش، كان زمان تصبر موسم وحاجات كده، لا 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 احنا في كاس عالم للانديه لان طموح النادي الاهلي النهارده لما بقى النادي الاهلي مثلا تقول له الدوري ولا كاس افريقيا، لا طبعا افريقيا، مع الوقت بقت افريقيا انت مش تشبعت طبعا افريقيا، بس اقصد اقول ايه ان واخد افريقيا اخر مرتين مسيطر بالشكل ده، انت السكواد الاعلى في كل القاره بكل امانه يعني انت الفروق كبيره جدا، يعني يكفي ان اقول لك مثلا حته كده بسيطه ان مجموعه الاهلي في دور ابطال افريقيا السنه دي سقريه، مجموعه سقريه ضد الاهلي، لان مثلا المريخ السوداني الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت، الهلال السوداني الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت، صن داونز الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت، فيعني ده يعني بس ايه كان عجبني تصريح يمكن مراسل القناه القطريه بي ان سبورت في تونس لما بقول له ايه هل الاهلي اصبح عقده الكره التونسيه؟ قالوا لا، قالوا ليه؟ قالوا لا لو حسبنا عقده يبقى عقده القاره كلها، ما هو كسبان القاره كلها في كل حته، فما ينفعش نقول عليه عقده الكره يعني ما جاتش عليا انا، ما ضربنيش انا لوحدي، ضرب القاره كلها. فالنادي الاهلي اصبح عنده طموح يعني ايه، مش انا بقى، مش انا اللي اصعد كل ده واخري مركز ثالث، فكان عنده الطموح ده، لكن وكان بالمناسبه طموح طبعا اكيد مشروع، لكن صعب لانه هيقابل مونتيري المكسيكي، مونتيري ده فريق قوي جدا، مونتيري مدربه اجيري اللي كان مدرب منتخب مصر السابق، مونتيري قابل النادي الاهلي مرتين قبل كده، الاهلي خسر منه 2-0 وخسر منه 5-1 في كاس العالم للانديه، كل مباراه اكيد لها ظروفها، لكن الاهلي محفز انه يعمل مباراه عاليه، ماتش كويس يقدر يعمل، خصوصا انه هيلعب تقريبا على ارضه في ابو ظبي. للاسف موضوع الدروب بتاع كاس الامم ده يعني ان كان كتب النادي الاهلي يلعب بكم نجوم واكيد هيبقى فيه النادي الاهلي سيذهب بعيدا في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. طب احنا هنروح لملفات مختلفه، يعني احنا كده بنتكلم في نفس السياق، عايز اروح شويه لاوروبا وفكره هنا انتشار كورونا بشكل غريب قوي في اوروبا، ولسه كنا بنتكلم عن ميسي يعني المشاكل اللي بيتعرض ليها حاليا باريس سان جيرمان بسبب اصابه ميسي وبرده عدد من اللعيبه الاخرين، فالوضع كده مش مطمئن بيتهيألي خالص. هل تعتقد ممكن يتم برده تاجيل دوريات او حاجه زي كده؟ احنا عايزين فاصل، طب ممكن الإجابة بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.
يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده ل 10 الصبح في الاهلي، وضيفنا اللي منورنا الاستاذ محسن لملوم المدير مدير تحرير الاهرام الرياضي. كنا وقفنا في الكلام قبل الفاصل يا حضرات عند سؤال كنت انت سالتيه، الخاص باوروبا بالظبط، الكورونا وتفشيها وتاجيل الدوريات زي حصل في 2020. شوفي، لو الناس ماتت في الملعب هم مش هيلغوا بطولات، ياجلوا زي ما حصل كده في انجلترا، رغم ان ده اضر الرزنامه بتاعتهم او الاجنده بتاعتهم، لكن في النهايه مش فكره الالغاء مش وارده بقى. لا مش وارده خلاص. هم تعاملوا اساسا، هم تخطوا المرحله الاصعب في 2020 في بدايه الكورونا لما الدوريات قعدت كذا شهر ما لعبتش على مستوى العالم. لكن الالغاء اصلا مرتبط بالقيمه التسويقيه والبيزنس بتاعهم، فطبعا صعب. موجود في اوروبا وبيتاجل وهيتاجل ماتشات لان الفيروس منتشر بشكل كبير جدا. لا، الغاء في النهايه دي يعني صعبه جدا، الا اذا كانت طبعا لا قدر الله الوفيات فرق بقى بالعدد الكامل، صعب جدا يعني. لكن احنا شفنا برشلونه اول امبارح في مباراتها ضد مايوركا كان اكتر من 10 تقريبا، يمكن 15 واحد مصاب في الاخر. لعب خلاص، ما هنعمل ايه، ده حال بقى وارد. انت حتى بقى الموضوع بقى خلاص يعني بتاخد اللعيبه وانت عارف ان عنده كورونا، خلاص بيقعد 48 ساعه المس حاجات سلبيه، يلا سلبيه العب سلبيه. بس انا مستغربه من حاجه يا استاذ محسن، يعني هناك اصلا هم، ولو هنتكلم عن بعض الدول كمان يعني انجلترا وغيره، رجعوا الجمهور ورجعوا الجماهير، واحنا قلنا خلاص الدول دي بقت مستقره جدا والدنيا بقت تمام وعقبالنا وعايز فكر ويا رب بقى احنا كمان جماهيرنا تبدا. ده حصل يعني حاجه غير متوقعه تماما. لا في شيفت كده. انا حضرت ماتش باريس سان جيرمان ونيس من حوالي اقل من شهر كده، كنت في بارك دي برنس في فرنسا. انا وانا داخل معايا طبعا اللي هو البتاع اللي انا عامله ده، الفاكسين. فهم طبعا بيشوفوا انت داخل، يشوف الفاكسين، فشاف الفاكسين بيعمل المفروض يعمل عليه كده زي الباركود، فما عملش معاه، فاخدوني على وحده طبيه اتاكدوا من البتاع. قال لك ضربه بقى يا استاذ محسن، تبقى مشكله. انا اقصد اقول بالواقع دي ان هم كل الحاضرين لا في كله، ما حدش داخل جوه، مش يعني طبعا. الدنيا تمام، يحضر بقى ان شاء الله يحضر مليون، كل الناس واخده الفاكسين والناس امان يعني، وبيقيس درجه الحراره. لا طبعا طبعا اجراءات ما فيهاش حتى الماسك، مش متساهلين خالص في القصه دي يعني، غرامات عاليه جدا، وانت كمان بتلبسه اكتر لان طبعا جنسيات كتيره في دول اوروبا، فانت بتحمي نفسك، زائد ان الجو برد جدا فبيدفيك. بس كانت تجربه حلوه انك تحضر الماتش ده. الفاكسين بيدفي؟ لا، الماسك. دي جديده دي. الجو برد جدا فبتدفى. الماسك. تعالى بقى نروح لفخرنا وفخر العرب محمد صلاح. وفي الفتره الاخيره يعني ابتدت بقى شويه اصوات تتكلم على فكره انه هل صلاح هيستمر مع ليفربول، هل الوضع هيختلف الفتره اللي جايه، حضرتك شايف ايه؟ هقول لحضرتك عشان بس الناس بتاخد ايه بالعاطفه، بس في امور بره بيحسبوها بالعقل. بزنس. يعني إيه؟ يعني رقم واحد، الافضل لمحمد صلاح من وجهه نظر انه يبقى في ليفربول، لان كان الافضل بعد كده كان اللاعب اللي بيبقى افضل في العالم ويتشهر كان بيروح يا ريال مدريد يا برشلونه. دلوقتي الوضع سيء بالنسبه لهم، لا ريال مدريد ولا برشلونه ولا الدور الاسباني خالص. يعني الله يرحم الدور الاسباني بكل امانه بعد للاسف الشديد، وميسي الدوري مات تماما تقريبا، يعني بقت ماتشات وديه تقريبا. يكفي ان اقول لك ان الدور الاسباني عامل زي ما نكون احنا ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبرشلونه بيرموه على بعض، لا خد انت الليجا بصراحه يعني. فطبعا لا، فما يروحش، هيروح فين؟ هيروح الدور الايطالي اقل من الدور الانجليزي، الدور الفرنسي ده اقل من كله، الالماني ما بر منك وشكرا. فانت خليك في الدور الانجليزي. الدور الانجليزي بصراحه في الفتره الاخيره هم ثلاث فرق اقوى فرق في العالم، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي. انت في ليفربول خلاص الموضوع انتهى، زائد ان انت بتكسر وبتحطم ارقام طول الوقت سواء في الدور الانجليزي طبعا. او كلاعب افريقي او في مع ليفربول، فخليك انت اوريدي ناجح طبعا. في ده نيجي بقى للجزء الثاني، وجهه نظر ليفربول. محمد صلاح هينتهي عقده بنهايه الموسم القادم 22-23، هيكون محمد صلاح ساعتها 31 سنه، عشان يجي يجدد له 3 سنين على الاقل هيبقى 34 وبرقم سنه. وبرقم يا استاذ محسن هيبقى يمكن الاعلى وقتها. ما انا جاي لحضرتك 34، انت دخلت في الثلاثينات ازاي يجدد له؟ هو كان مثلا كان اعلى راتب في الدوري الانجليزي كان كريستيانو رونالدو 480 الف استرليني في الاسبوع، صلاح 220 تقريبا. فهو عشان يسويه طب انا عشان اسوي اعمل كده لصلاح، ما هو مش هيعمل لصلاح بس، هيعمل لكل اللعيبه. ما هو ماني هيطلع، فيرمينو ما اعرفش 180 الف استرليني في الاسبوع هيعلى برده، كل الناس دي هتعلى كل واحد مش اقل من 200 الف استرليني في الاسبوع. ده رقم ضخم جدا يرهق ميزانيه ليفربول، مع لعيبه هتكون تخطت هم اوريدي تخطوا 30 ساعتها يعني مش دلوقتي. هيكون تخطت 30 فيروح في حته ثانيه، يجيب منين كل ده؟ فهي الناس هنا بتقيسها بالعاطفه شويه. لا، صلاح الافضل طبعا الافضل، لكن هو مش بيحسبها لدلوقتي، هو بيحسبها طب ماشي، بس حاجه و30 او ايرلي 30 ده مش حاجه شغال مش وحش. يعني احنا بقول لحضرتك
هم في حساباتهم دي، لان هو مش بيحب، ما هو اكيد بيحب صلاح، لكن وقت التجديد باعتبارات اخرى بتحكمه، السن، العطاء. بس دي سيناريوهات شبه سيناريوهات كريستيانو رونالدو وميسي، فانا مش شايفه يعني وميسي في حته تانية. لا ليه في حته تانية؟ هقول لحضرتك في حته تانية ليه. موهبه ميسي هي الموهبه الاعظم في العالم في الفتره الحاليه، موهبه، ده راجل موهوب. رونالدو مش موهوب زي ميسي، ولكن طول الوقت بيشتغل على نفسه طول الوقت. يعني انا اتذكر لما رحت ريال مدريد وكان رونالدو موجود، قالوا بيجي بدري ساعه قبل التمرين، يقعد يتدرب قبل اللعيبه، يعني هو يعني طول الوقت بيعمل ده. يعني مثلا ايه، ان كان مرهق بعد التمرين بينام في النادي، ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيعمل كده. لعبتنا بيروح اصلا متاخرين بشكل عام يعني، لكن هو حريص طول الوقت يعمل ده، يجدد ده، يجدد ده، بيعمل ده. عشان كده تلاقيه الاكثر مثلا. انا بتكلم عن الموهبه اللي هي مختلفه، الموهبه اللي هي اعلى من احنا مش عايزين نظلم صلاح من العادي. ما هو عشان كده انا بقول لحضرتك انا بتكلم عن المواهب دي او الليفل ده من الموهبه الكرويه. بس اقصد الناس دي 10 سنين على القمه، فمش هاجي النهارده. هو قدم كتير قدم كتير صلاح، ما فيش ماتش تقريبا بينزله غير لما يا اسيست يا جول. وهيبان تاثيره هو وساديو ماني على ليفربول. اكيد النظره خلي بال حضرتك من حاجه برده، ما هي لو ليها حسابات، ما برده النادي لازم يبقى ليه حسابات من فكره ايه. يعني برشلونه بعد ما ميسي مشي هو عنده ازمه اقتصاديه. ليه؟ لان هو عنده لاعب كان اصلا الناس بتيجي عشانك. طيب ما ليفربول نفس الكلام مع محمد صلاح. انت اصلا اللي رفعك ده من ضمن الحاجات اللي بالظبط ده من ضمن الحاجات اللي يقعدوا لما يجي يجدد مع صلاح بيجي له تقرير السن، البيزنس بتاعه بره، المبيعات، المجات، التيشيرتات، مش عارف ايه، كل الاحصائيات، كل ده البيزنس بتاعه ايه، ازاي الرانكينج على الـ على الـ على السوشيال ميديا، على الـ على اليوتيوب، على الجوجل. ده انا عايز اقول لحضرتك المتابعه بتاعتنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم برضو في الملف ده، وكان في ناس عامله استطلاع عن اراء الناس عن على تويتر تحديدا، بيقول لك انت الحق جدد اصلا لصلاح. يعني الناس كانت بتطالب الجماهير بتاعت ليفربول كانت بتطالب النادي ان هي يلحق يجدد وبالرقم اللي هو كمان عايزه. هم هيجددوا، بس هم يعني ايه في النهايه بتحكمهم بعض الامور. يعني ايه هيهدى نفسه؟ يعني ما هو النهارده مانشستر يونايتد بيدفع ثمن انه جدد او تعاقد مع رونالدو وهو فاز السن، والفريق مش بيدفع الثمن. يعني الفريق طبعا هو رونالدو يعمل ايه لوحده؟ الفرقه كلها ما يقدرش لوحده طبعا، ورقم مبالغ فيه جدا. بس هم داروا على بعض عيوبهم، كان عندهم عيوب كتيره. هل ضخ رؤوس اموال عربيه ممكن ينعكس بالإجابة على الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، زي ما حاصل قطريا في باريس سان جيرمان وسعوديا في برضو ومانشستر سيتي في الامارات الاماراتي؟ يعني دي برضو ممكن تنعش الاجواء شويه. طبعا طبعا فريق زي نيوكاسل يونايتد ده الناس كلها مستنيه السنه الجايه. يعني لو لما جاله الاستثمار السعودي تقريبا دي الصفقه الاكبر في التاريخ. بالظبط، رقم ارقام مهوله. فالناس بقى حتى الناس حتى على السوشيال ميديا الاوروبيه او الانجليزيه تحديدا بيقعدوا يتنضروا يقول لك فريق مش عارف نيوكاسل السنه الجايه حاطط لك بقى محرز وميسي. جماهيرهم كانت لابسه جلاليب وعقالات. بالمناسبه بطلوا الحركه دي. انا وانت كان لازم تشوف الفيديو ده. هم بطلوا الحته دي لان هم الجماهير اللي هناك اداره النادي حذرت جمهورها عشان دي ممكن تبقى ايه يساء فهمها عند العرب. فبلاش يا جماعه دي ثقافه عربيه، بلاش تعملوا، مع ان هم بتاع مصلحتهم. هذا النادي كان عملوها بمحبه على فكره. انا فاهم، انا بس اقول بس حاجه، انا كان ميدو بيلعب في تقريبا في ميدلسبرا او توتنهام وكان بيلعب ضدهم وكانوا بيصافوه بيقولوا يا عربي يا ارهابي. دلوقتي عشان العرب رعوهم يا عربي يا حبيب قلبي، فبقى هم لابسين عبا هم عرب يعني نفسهم. يعني الناس بتاع مصلحتهم في الاول وفي الاخر يعني. فاقصد اقول ان الضخ ده طبعا لا بيعمل حاجه ثانيه، يعني تحديدا في الدوري الانجليزي لان في المنافسه عاليه، البيك فور والبيك فايف والبيك سكس. لكن الدوري الاستثمار مثلا القطري في الدوري الفرنسي لم ياتي باستثماره حتى الان، لان باريس سان جيرمان مسيطر على الدوري الفرنساوي او الدوري الفرنسي بشكل كبير جدا وبفارق شاسعه. هم جابونا عشان ياخد دوري ابطال اوروبا ولم يحقق هذه المعجزه حتى الان، وان حققها تبقى معجزه رغم ان معاه ميسي ونيمار. افسدت كره القدم يعني خلت الموهبه بقت ماجوره. انت بتلعب بالفلوس. كان زمان هو الفرق زمان كنت بتستمتع باللعيب بقى ايامنا احنا، حتى الخطيب حسن شحاته كنت بتفرج لان هو بيلعب للهوايه خلاص، ما فيش احتراف. لكن دلوقتي بقت مهنه، رجلك وجعاك اديها حقن والعب. ماليش علاقه، عندك كورونا افضل يعمل له تيستات لحد ما تيجي سلبي يخش يلعب. هي بيستنزفك لان هي فلوس، هو الموضوع كده. انت دي كره قدم وبتضخ فلوس طول الوقت طول الوقت، ضخ مالي رهيب جدا. فهو خلاص ما بقاش عنده، وخلى اللعيبه توحشت كمان. وبقى خلى الاهم يمكن مش الاهم طبعا جنب الموهبه السرعه. لاعب مثلا فايتر، لاعب عالي جدا اللياقه البدنيه عنده عاليه، فده مهم يبقى موجود معايا. ما بقاش مهم طبعا الموهبه، عشان كده الموهبه بقت نادره. يعني ميسي ملوش بديل، هو استثنائي يعني ملوش. يعني النهارده بتقول مثلا هالاند، الجيل اللي جاي يبقى فيه مثلا هالاند،
اللي هو في دورتموند، طب برضه ما ظهرش ماشي. من بعد ميسي، من بعد رونالدو، طبعا هنقول بقى محمد صلاح لانه ظهر، مش هنقول بعديهم لانه صلاح ظهر وهم لسه موجودين برضه بقاله كام سنه في روما، في قبل كده كان في بازل، اقول على الاقل من ايام فرنتون وروما مثلا فمن طبعا. 2017 موجود وهم لسه موجودين، ظهروا وهم موجودين ولعب ضدهم وكسبهم وحاجات كده. لكن هالاند لسه بقى شاب وبتاع، ومع ذلك ما قدرش يعني مش قوي منتظرين يروح الريال او البارسا، ولو انه هيعاني طبعا في ظل المعاناه اللي بيعاني منها قطبي الكره الاسبانيه. فالفكره ان هم طبعا البيزنس استنزف اللعيبه دي واستنزف المواهب طول الوقت طول الوقت، خلاص ما بقاش اللاعب المهوب بيعتزل وعنده 30 سنه وشن، لا بقى 40 دلوقتي يعني. لا بالارقام دي هيقعد يلعب لغايه لما يتوفى. هو بمناسبه الاربعينات انا عندي سؤال لان احنا عندنا لعيبه يعني شيء يذكر بقى، انت عندك ابراهيموفيتش، عندك برضو كريستيانو رونالدو 36 سنه، ابراهيموفيتش دلوقتي ايه 40 41 وميسي، يعني بتشوف امتى ممكن اللعيبه دي بقى يجي وقت وتعتزل؟ يعني مش دلوقتي يعني اقول لعريك ليه؟ على الخمسينات اولا هو ابراهيموفيتش عشان 41 هو قال لك انا هعتزل يعني ممكن اجدد سنه كمان مع ميلان اللي هو ينتهي 2023 بقى يعني أوكي. هيكون عنده 42 داخل في 43 وهو ساعتها الله اعلم يمكن يكون متالق جاب جوان عمل اي حاجه فيكمل تاني يعني ده مش مضمون اصلا دماغه اصلا رايحه منه فمالناش علاقه بابراهيموفيتش. رونالدو ده ابراهيموفيتش برضه لا تصريحاته صعبه في حته ثانيه، هو لاعب يعني لا طبعا لاعب ممتاز اللعب في الملعب حاجه والعقليه ده حاجه ثانيه. رونالدو عنده 37 سنه وهو كان صرح انه قادر يلعب لحد 39 و40 بس هو اختيار رونالدو بعد اليوفنتوس وريال مدريد كان بصراحه خاطئ، كان اختيار القلب وليس العقل، لان هو كان محتاج في السن لما يكبر يروح فريق يشيله. يعني انا طبعا زي ايه مثلا؟ زي ما كان جاله مانشستر سيتي. النهارده مانشستر سيتي الفرقه اصلا شغاله هي الاول لوحدها بفرق 10 و11 نقطه، يعني انت يا رونالدو عملت ما عملتش الفرقه لا وحط تاتشاتك بس مش عارف تاتشاتك بقى اعمل كده تنطط كده اجيب جون حلو مش عارف تمريره حلوه اعمل الرقصه بتاعتك فتتشال، لكن انت رايح فريق انت اللي هتشيله، شاله فعلا في الاول ماتش واثنين وثلاثه واربعه وفي الاخر ما خلاص هنعمل ايه؟ السن ليه حكم. لكن ميسي كان عكسه، اختيار العقل وليس القلب. راح باريس سان جيرمان، نادي اصلا نيمار ومبابي ودي ماريا، الفريق جامد اوريدي، فبالتالي لما هو مستواه اصلا ما كانش بيلعب ولا بيسجل الفريق بيكسب ومتصدر، فخلاص هو الفريق حقق هيكتب في تاريخه رغم انه ممكن ما يكونش له دور في ده، الدوري الفرنسي مش عارف كاس فرنسا كاس السوبر اللي مش عارف ايه اي كلام. طبعا يظل الانجاز الاعظم فيما لو حقق دوري ابطال اوروبا، لكن ده ما اتحققش هو اوريدي فوق. لكن هو رونالدو راح مانشستر يونايتد فبقى في المركز الخامس دلوقتي، معرفش الفرق 23 ولا 22 نقطه على المتصدر. بالمناسبه ايه هو الكلاسيكو بتاعه اللي هو ديربي مانشستر، الفرق 22 نقطه تقريبا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فرق كبير جدا، فده اللي ممكن يعجل باعتزال رونالدو. لكن هو لو راح نادي شايله يعني لو راح ليفربول بوضعه ده ولا السيتي بالوضع ده يعني حاجه بتتوقع توقعات، احنا بنتكلم في توقعات ان ممكن من الثلاثه اللي احنا ذكرناهم الاول في الاعتزال يكون كريستيانو. لا بالمشهد بالمشهد الحالي هو غصب عنه هيعتزل لبرموفيتش عشان يكون ال 43 سنه هيروح فين؟ مين اللي يجدد له ده؟ هو 43 سنه بس هو بيكابر لان تصريحاته غريبه شويه. لكن رونالدو ممكن سنتين كمان يعني سنتين ممكن وشكر. سنتين وميسي سنتين لان هو ايه لما بتلعب بقى على الواقف يعني باصه حلوه اسيست خطير خلاص انت بتستغل موهبتك بس بنفس المنطق اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني طب ما الكلام ده ينطبق برضو على صلاح اللي هو اصغر سنا يعني برضو لسه في مساحه ايوه ما هو هو لسه كمان يوصل ل 37 و 39 عشان كده انا بقول لك يعني المنطق يعني يمكن تطبيقه على صلاح كمان اي اكيد طبعا هو طبعا ده مرتبط ارتباط شرطي باستمراريه توهجه ايوه ومع الفريق اللي هيلعب فيه ما هو ما يروحش يعمل مثلا يبقى عنده 36 و 35 مثلا يلعب في فرنتينا مثلا او حتى في ولفرهامبتون او فريق مش ما يشيلكش انت لما اصل انت هو السن ليه حكم انت الموهبه ما بتتاثرش بالسن عشان كده ميسي هيفضل زي ما هو بس مش هيجري بقى مش هيقطع يجيب نص الملعب وخلاص هو بيلدي الباصه دي الموهبه رونالدو بيعافر شويه لان هو فايتر اقوى شويه من ميسي والبرجل بتاعه واسع شويه شويه لكن برضو في النهايه السن ليه حكم أكيد. فلما يكون كده يعني محتاج بقى اللي حواليه يشيلوه على صلاح ان هو يفكر في المستقبل البعيد وليس القريب فقط ان هو مش بس هتجدد بص يعني ممكن يجي لك رقم رهيب جدا مثلا من نيوكاسل ويكون الفرقه مش حلوه فلا بلاش خليك في فريق يكمل مجدك اللي انت بتعمله ده عمال تحطم ارقام في كل حته بسم الله ما شاء الله انت اكتر لاعب افريقي مسجل في الاقوى دوري في العالم اللي هو البريمير ليج داخل على قدامك تقريبا 10 اهداف وتحطم رقم دروجبا برضه كافضل لاعب افريقي مسجل في دور الابطال
مقبل على ده، انت لسه السنه دي ان شاء الله البطوله مكمله، وان شاء الله اللي بعديها وانت بتسجل 3 أو 4 اهداف تقدر تعمل ده ان شاء الله. عليه ان هو يختار زي ما قلت لحضرتك المستقبل القريب والبعيد، انه يحسب السن اللي قدام شويه. بس طيب لو رحت لوكاكو شويه وتشيلسي سريعا كده والازمه تقول لنا ايه فيه؟ انا اتصدمت بصراحه في اللي عمله لوكاكو، لانه دبابه بشريه بسم الله ما شاء الله، راجع لتشيلسي اللي هو كان فيه اساسا، كنا يجي طالع بتصريح بصراحه لم يوفق فيه ان هو بيحن الانتر ميلان، حاجه غريبه جدا غريبه جدا، وان انا مش سعيد وان انا مش عايز الناس. هو حسنا فعل تخيل ان هو اعاده احتياطي في مباراه مهمه بتاع ليفربول، اداله رساله انت مش مهم، الفريق هو الاهم. يعني كان ممكن بعقليته الاوروبيه انا ده لاعب عندي والعب المصلحه، رغم ان هو رجع واعتذر، بس ما اعتقدش هيكون له مستقبل في تشيلسي بعد التصريحات دي، لان هو الفريق اوريدي شغال من غيرك وكويس من غيرك، وبعدين تصريحاتك غير مبرره. انت النجم الاول في الفريق، راجع الناس كلها مرحبه بيك، عمالين يقولوا الصفقه، ومن ضمن الصفقات اللي عملها الدوري الانجليزي السنه دي كان روماني لوكاكو، وانت جاي اصلا من النادي واخد الدور الايطالي اللي جاي الفريق في الدوري الانجليزي، تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا، هيلعب كاس عالم الانديه، وفي الاخر انت بتقول تصريح زي كده لم يوفق تماما، وما اعتقدش ليه مستقبل. استاذ محسن احنا تعبناك معانا وفرهضناك معانا بملفات كتير قوي الحقيقه، بس احنا طبعا عايزين نعرف يعني رؤيتك لكل ملف من الملفات اللي احنا اتكلمنا فيها. نشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده، جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير. لا بس قراءة بجد جميله جدا مع حضرتك استاذ محسن، تنورنا تاني ان شاء الله. نشكر حضراتكم، شكرا يا كريم، حلقه جميله، نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.